صافرة حكم المباراة لكي يعلن عن انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، وكل التوفيق حقيقة لحكم المباراة الحكم ناصر العليم الذي يطلق صافرته. تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المباراة الأول في هذا اللقاء، كل التوفيق للفريقين في تقديم أداء يعوضنا على الأقل عن الحضور الجماهيري الضعيف جدا في شوط المباراة الأول من هذه المباراة. أذكر السادة المشاهدين بأن فريق بنياس اليوم الفريق المستضيف يبدأ في حراسة المرمى محمد فهد الضنحاني، يبدأ أيضا في كل من جواو فيكتور، يبدأ أيضا بمعتز، يبدأ بفواز عوانة، يبدأ ببوزة، يبدأ بأسامبا، يبدأ بسهيل النوبي، بخميس الحمادي، يبدأ بأبو بكر سيسي، يبدأ أيضا ببوركا، ويبدأ بماركوفيتش. هذه التشكيلة التي يبدأ من خلالها مدرب فريق بنياس في هذه المباراة جواو بورخيس، والذي تحدث أيضا في تصريحات عن هذه المباراة. كرة بترجع لهم في الجهة اليسرى بالنسبة لفريق بنياس في الجهة اليمنى عفوا، والمحاولة أيضا بالخروج في الكرة من جانب خميس إسماعيل، لكن الكرة أيضا بتتخلص والكرة تعود مرة أخرى لمصلحة فريق الشارجة. دقائق أولى مشاهدينا متابعينا على زمن شوط المباراة الأول، كرة بترجع مرة أخرى في مكان سليم باتجاه دفاعات فريق الشارجة، والتي يمثلها في مباراة اليوم أيضا في حراسة المرمى حمدان الحمادي، يمثل الحسن صالح، شاهين عبد الرحمن، يمثل أيضا كاتينيك، يمثل أيضا كايو لوكاس، يمثل فراس أيضا بالعربي، يمثل الوان بيريرا في هذه التشكيلة، يمثل أيضا داركو، يمثل خالد ضحاني، ماجد راشد، وأيضا اللعب بالتالي سويجان في اللقطة الماضية. هنا نشاهد اللعب بيرو، والكرة بترجع مرة أخرى من جديد إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. تحدثنا في اللقطة الماضية عن تشكيلة الفريقين، تحدثنا بكل تأكيد عن هذه المباراة، تحدثنا عن الأجواء من خلالها، تحدثنا عن وضعية الفريقين، تحدثنا عن الأسماء التي تبدأ هذه المباراة وبعض الغيابات التي تأتي في تشكيلة فريق الشارجة، خاصة على مستوى حراسة المرمى بالإضافة إلى كمارا، ولعلها ما يريد من خلالها أيضا فريق بنياس استغلال الأوضاع في مباراة اليوم. والكرة اللي بترجع له مرة أخرى في مكان سليمة، هذه المحاولة فيها تمريرة، فيها انطلاقة باتجاه كايو لوكاس، كايو لحد، كايو انطلق، كايو منزلة، الله 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 الله، البداية الشرجوية، البداية الشرجوية، وهدف عن طريقي بالعربي، لكن رايا، لكن رايا في الدقائق الأولى هدف لا يحتسب، فرحة شرجوية لم تكتمل، يا لم تكتمل في اللقطة الماضية، يا للكرة يا للكرة، جميلة كانت من كايو، لكن الهدف لا يحتسب، وبالتالي اللقطة بتضيع والفرصة الأولى في شوط المباراة الأول. شوف هنا التسلل، هنا التسلل في البداية كان على كايو لوكاس، لعب فريق الشارجة في السنوات الماضية، واحد الأسماء المهمة جدا في تشكيلة المدرب أيضا السيد أولاريو كوزمين، لكن اللقطة بعد ذلك كان فيها تسلل، وبالتالي حكم المباراة أيضا نصر العلي بمساعدي أيضا يشيرون إلى ذلك. وثلاث دقائق أولى مرت من زمن شوط المباراة الأول، والنتيجة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية التي نجدد من خلالها الترحيب بكم في هذه المباراة، على أمل بأن نستمتع سويا بلقاء جميل جدا بين الفريقين ما بين بنياس والشارجة. مشاهدينا متابعينا، طموحات شارجة في العودة مرة أخرى لمسألة الانتصارات التي كانت، والكرة اللي بترجع مرة أخرى في مكان الآن في الجهة اليمنى باتجاه شاهين عبد الرحمن، شاهين عبد الرحمن، ولكن الكرة أيضا بعد ذلك بتتخلص، تعود الكرة مرة أخرى في نص الملعب، ولكن التمريرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية التماس في اللقطة الماضية، خالد الضنحاني على تنفيذ رمية التماس، بعض الأسماء، بعض التغييرات، بعض اللاعبين، هنا نشاهد هذا خالد الضنحاني أيضا لاعب منتخب الإمارات أيضا، والذي نتمنى له التوفيق إلى جانب لاعبي منتخبنا الوطني في الفترة المقبلة وفي التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، خاصة بعد أن تعرضنا إلى تعثر في الجولات الماضية وإلى تراجع في جدول الترتيب، لكن هنا لا يريدون التراجع، لا يريدون التراجع، الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتتحول، والكرة بتتخلص. أربع دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول، النتيجة مشاهدينا متابعينا حتى هذه اللحظة تعادل سلبي، لكنه سيكسر في
أي لحظة، لأن الشرجاوية ناويين، ولأن الوان فيريرا وكايو لوكاس في انطلاقات مستمرة، ولأن فراس بالعربي سجل هدفا لكنه ألغي بداعي التسلل على كايو لوكاس في اللقطات الماضية، والكرة اللي تحولت، شايف هذا الهدف الذي تم إلغائه بعد وصول الكرة إلى كايو بعد مروره، شايف هنا التحرك، طلب الكرة، السلام على الكعب، شوف فراس، شوف اللقطة، شوف بعد ذلك من جانبي بالعربي، ولكن بعد ذلك راية والتسلل يشير إليها مساعد الحكم الثاني عامر في هذه المباراة. اليوم عندنا مساعد أول محمد المازني، مساعد ثاني أيضا عامر أيضا القادري في هذه المباراة، والحكم الرابع سيكون أيضا سيف نبيل. كل التوفيق لحكام هذه المباراة. أذكر السادة المشاهدين في هذه الجولة التي تأتي من جانب دورينا مشاهدينا متابعينا، الجولة السابعة من بطولة دورينا دوري أدنوكلي المحترفين، هذه الجولة التي تأتي ومن خلالها الشباب الأهلي يأتي متصدرا برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق الشارجة صاحب المركز الثاني، واللي عنده 15 نقطة أيضا من 6 مباريات. استطاع فريق الشارجة الفوز حقيقة في 5 مباريات والخسارة في مباراة واحدة، كانت أمام المنافس المباشر، كانت في الجولة الماضية، كانت في قمة الأسبوع الماضي، انتهت أيضا بالنسبة لفريق الشباب الأهلي اللي تقدم في تلك المباراة بهدفين بعد أن شهدت بعد ذلك أحداثا حقيقة لا نتمنى مشاهدتها في مبارياتنا وفي دورينا، وبالتالي أيضا تعرض للسردار والمدرب أوزمان وبعض الأحداث التي صاحبت نهاية هذه المباراة. لكن هنا نشاهد جواو في هذا التوقيت، ونشاهد مدرب فريق بنياس أيضا إلى جانب مساعد فريق مساعد المدرب كوزمن في مباراة اليوم، والكرة بترجع مرة أخرى من جديد. كنت أتكلم عن مدرب بنياس جواو بيدرو سوسا، والذي صرح في هذه المباراة ويقول نعمل على استعادة جاهزية اللاعبين المصابين، نرغب باللعب بروح عالية، نتطلع لإظهار صورة مختلفة وأكثر إيجابية وطي صفحة المباريات السابقة، على اعتبار بأن النتائج في المباريات الماضية والمباريات السابقة بالنسبة لفريق بنياس ليست حقيقة بالنتائج الجيدة. لم يقدم فريق بنياس حتى الآن من خلال 6 جولات سابقة، فاز في 2، خسر في 3 مباريات، تعادل في مباراة وحيدة، وبالتالي فريق بنياس حقيقة يتواجد في المركز التاسع في بطولة الدوري، وجاي كما ذكرت من خسارة أمام فريق العروبة بهدف مقابل لا شيء، جاي أيضا في الدوري من خسارة أمام شباب الأهلي بنتيجة 5-1 في أرضية ميدانه في ملعب بنياس في مباراة أيضا تلقى فيها الكرت الأحمر، أيضا تعادل أمام فريق الوحدة، النتائج حقيقة لم تكن جيدة، خسر أمام فريق النصر ب4 أهداف مقابل هدف، وبالتالي يحاول المدرب جواو بيدرو سوزا تغيير الصورة بالنسبة لفريق بنياس، تغيير الوضعية بالنسبة لفريق محاولة، هنا الكرة، هنا التمريرة بالنسبة لفريق الشارجة، لكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود الكرة مرة أخرى من جديد، فيها تمريرة وفيها كرة وصلت بعد ذلك لمصلحة دفاعات بنياس ومحاولة الصعود والخروج بالكرة، تعود الكرة مرة أخرى من جديد، لكن شوف الافتكاك، شوف التمريرة، شوف الانقضاض، شوف الرقم 7، شوف الرقم 7، شوف الرقم 7، المحاولة يا كايو، الكرة بتضيع، تأخرت يا كايو، تأخرت، لماذا لم تأتي، لماذا؟ الكرة كانت لمصلحة فريق الشارجة، والكرة بعد ذلك فيها صافرة من قبل حكم المباراة، يمكن كان في راية، شايف هذا مساعد الحكم وشايف اللقطة الماضية، لكن شوف هنا افتكاك الكرة، شوف الانقضاض، شوف نعم كان فيها شك أيضا بوجود تسلل على كايو لحظة تمرير الكرة بعد افتكاك جميل جدا، وبعد ذلك تمريرة، لكن الكرة بتتحول مرة أخرى من جديد، وصلت مرة أخرى الشارجة أكرم، الشارجة أخطر يا داركو، الشارجة أخطر يا داركو، الكرة ما زالت معاه، يحاول فيها، الكرة تعود مرة أخرى، شرجاوية في نص الملعب في مكان باتجاه اللاعب الواضح في الصورة مارو اللي بيرسلها الكرة في الجهة اليمنى من شاهين إلى خالد الضرحاني، الشارجة أكثر استحواذا، أكثر سيطرة، أكثر وصولا، أكثر خطورة، أكثر رغبة، إنه الأقرب لتسجيل أول أهداف في المباراة، إلا إذا بنياس حتى هذه اللحظات بأرضية ميدانه لا يدافع بالشكل الجيد ولا يهاجم على الإطلاق، لم نشاهد حتى الآن أي
من محاولات فريقه ولا أي من محاولات مهاجمية. تحدث عن أبو بكر سيسي الذي يضطر للعودة إلى الخلف، هنا الكرة اللي بتتحول بعد ذلك عن طريق ماركوفيتش بيرسل كرة صارت أقصى اليسار، كرة بتصل بعد ذلك باتجاه اللاعبي الواضح في الصورة والمحاولة من جانب معتز، ولكن الكرة تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى في التمريرة لمصلحة فريق بنياس باتجاه خميس اللي بدوره بيرسل الكرة إلى الخلف، يحاولون الخروج من مناطقهم الآن في التمريرة عالية أقصى اليسار، حلوة التمريرة حلوة التمريرة، تعود الكرة بعد ذلك والكرة وصلت مرة أخرى في مكان سليم، لكن الكرة أيضا بتبعد، تعود الآن من جديد في الجهة اليسرى في التمريرة لمصلحة فريق بنياس للبحث عن كرة عرضية، ممكن العرضية العرضية تأتي العرضية تأتي التصويبة تأتي، لكن الكرة بعد ذلك كيف تتخلص، عادت من جديد بيرسلها كرة في مكان، ولكن المحاولة كانت من جانب سهيل النوبي لمصلحة بنياس، لكن الكرة مقطوعة والكرة بتتخلص من جديد. نضع المشاهد والمتابع في دورينا في الصورة في بطولة هذا الموسم بعد مرور 10 دقائق من زمن شوط المباراة الأول لهذا اللقاء، المتابع لدورينا يعرف بأن الشباب الأهلي كما ذكرت عنده 18 نقطة، يعرف بأن الشارجة عنده 15 نقطة، يعرف بأن الوحدة عنده 13 نقطة، هؤلاء الثلاثة يتواجدون في مقدمة جدول الترتيب في بطولة الدوري حتى الآن بعد مرور 6 أسابيع، يأتي النصر رابعا برصيد 12 نقطة، يأتي الجزيرة خامسا بنفس الرصيد من النقاط، وبالتالي ما بين الجزير الخامس وما بين الشباب الأهلي الأول 6 نقاط، الفارق ليس بعيدا حتى الآن، والكرة بتصل لي اللعب كايو، شوف هذا الفارق هذا الفارق، الله 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 الله، الهدف عن طريق كايو، ولو أكملتها ولو أكملتها ولو أكملتها، الرقم 7 أولى من غيره بالتسجيل في الجولة 7، ونحن نتحدث عن الفارق، شوف اللي فارق شوف اللي فارق، وين احتفلت سامحني وين أكملتها سامحني، يا بيرو يا بيرو، هذا الهدف عن طريق كايو عن طريق كايو، ولو انتهى بأقدامك، يا للكرة يا للتحرك، أكثر الراغبين أكثر المزعجين، الرقم 7 يهرب هنا يستلمها هنا يضع الكرة هنا، الله 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 الله، يا بيرو لو لم تكملها لاكتملت لوحدها، شوف اللوحة شوف كايو شوف حفظ القياسات والمساحات، لا تحتفل يا بيرو لا تحتفل، بل شارك كايو احتفالا، شوف اللقطة هنا الإكمال لهذه الكرة، هنا التسجيل لهذه الكرة، هنا بيرو يسجل هدفا، هنا الفار أيضا في تشيك بار، تخيل بعد يطلع بيرو متسلم وهنا نشاهد التشيك بار في هذه اللقطة بعد مهارة رائعة جدا كانت عن طريق كايو لوكاس. كايو لوكاس هو أحد اللاعبين الذين معهم يستطيع فريق الشارجة أن يصل وأن يشكل خطورة كبيرة، لكن بيرو يسجل هدفا في هذا التوقيت، حتى الآن نشوف 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 من اللي متسلل، ليكون كايو بعد متسلل ثالث مرة يا كايو، هذه اللقطة طبعا الزاوية صعبة، لكن ممكن يكون خميس مغطي لحظة خروج الكرة، صعبة جدا الزاوية في هذا المكان، لكن شوف الصعبة بعد ذلك في استلام الكرة من جانب كايو، في إنهاء الكرة بعد ذلك من جانب كايو، في التقدم اللي كان عن طريق فريق الشارجة، أحد الكبار في دورينا، أحد الفرق التي لا يمكن حقيقة أن تكون بعيدة عن المنافسة عن الترشيح، هل كان كايو متسللا؟ اللقطات اللي نشوفها حقيقة من الصعب، لأن ما نشوفه أيضا على خط واحد في اللقطة الماضية، وهنا نشاهد كايو والإكمال، شايف ما زالت اللقطة من هذا المكان من هذا المكان، هل كان كايو متسلل؟ لكن لما تلف الشاشة شوي تلف الكاميرا شوي ممكن تكون الصورة بعد ذلك مختلفة، ولذلك من هذا المكان الحكم أيضا ما زال في بعض التردد في بعض التروي أيضا من قبل تقنية الفيديو، يتكلمون مع الحكم يتكلمون مع الحكم، الهدف راح يحتسب الهدف راح يحتسب، الصافرة تأتي، الشرجة تقدم بهدف مقابل شيء عن
طريق بيرو. بيرو يسجل في هذه المباراة ولكن بأقدام كايو حقيقة. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل بعد ذلك والكرة بتأتي بعد ذلك. هناك داركو وخطأ يحتسب لمصلحة فريق الشارجة. قبل الهدف بدقائق كنت أتكلم بأن الشرجاوية رايحين للتسجيل، أقرب للتسجيل، واضح في المباراة. وكايو اللي أساسا عنده 5 أهداف في بطولة دورينا واللي يعتبر 3 هدف في بطولة دورينا الآن يساهم في هذا الهدف، ولكن الهدف يحتسب عن طريق بيرو في اللقطة الماضية. نشوف ونتابع الكرة الماضية والكرة اللي بتتحول والكرة اللي بتتهيأ، والآن نشوف هذه اللقطة. بالنسبة لفريق الشارجة مشاهدينا متابعينا، الضغط ينجح في كل الكرات. يا للكرات يا للكرات، هذه اللقطة هذه اللعبة. كايو هداف الفريق عنده 5 أهداف، فراس بن عربي أيضا عنده 3 أهداف، كمارا عنده 3 أهداف، بيريرا عنده 2. الآن ينجح بيرو في تسجيل أول أهدافه في بطولة دورينا مع فريق الشارجة. شايف هذه لقطة الهدف من هذا المكان، ما فيها تسلل على كايو، والكرة بترجع مرة أخرى والكرة تأتي بعد ذلك من جديد عن طريق المدافع الذي يحاول إخراج الكرة في هذا التوقيت. أتحدث عن اللاعب أندري بوركا. كرة بترجع الآن لمصلحة داركو. الشارجة مشاهدينا ليس فقط من الفرق التي تنجح هجوميا في مبارياتها، يعني فريق الشارجة يأتي قبل هذه المباراة عنده 14 هدف في بطولة الدوري، وسجل في مرمى فريق الشارجة 4 أهداف فقط في بطولة الدوري، وهذا حتى الآن يضع أيضا كواحد من أقوى خطوط الدفاع في بطولة دورينا في هذا الموسم. كرة بترجع والكرة بتتهيأ في مكان، الكرة بتصل بعد ذلك من جديد. طويلة وأمامية، الأمر لا ينطبق أو لا يكتفي من خلال فريق الشارجة فقط في مسألة دورينا، حتى في المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2. والكرة بترجع مرة أخرى والكرة على طريق ماجد راشد، يقطع الطريق فواز عوانة يحاول فيها. هناك خطأ يحتسب في هذا التوقيت على فواز عوانة، يحتسب حكم المباراة كابتن فريق نادي بنياس، اللاعب الذي يعتمدون عليه في نص الملعب على مستوى أيضا القيادة. والكرة بترجع مرة أخرى باتجاه سير النوبي، ولكن الخطأ يحتسب على فواز عوانة في اللقطة الماضية. والكرة اللي بتتحول بعد ذلك مشاهدينا متابعينا لمصلحة فريق الشارجة مرة ثانية. كايو في هذه اللقطة الهدف الذي سجل بشكل سليم، والخطأ الآن الذي يحتسب لمصلحة الشارجة عن طريق اللاعب رقم 5 في اللقطة الماضية. أتحدث عن اللاعب مارو، بينما هنا فواز حوانة في هذا التوقيت. شوف اللقطة، شوف اللعبة، عدة كرات سبقت حالة الهدف اللي كانت عن طريق اللاعب كايو. لو لاحظتوا مرتين احتسب عليه حالة التسلل، المرة الثالثة كان الهدف وبعد ذلك بالنسبة للشارجة. والآن شايف في إنذار، كرت أصفر سيكون من قبل حكم المباراة الحكم ناصر علي، والكرت الأصفر لمصلحة فواز عوانة، وبالتالي الكرة بترجع بعد ذلك إلى الحارس أيضا في اللقطة الماضية، الحارس حمدان الحمادي. شوف الضغط الآن، شوف الضغط، بنياس بدون فرص حقيقة. 17 دقيقة ما في ولا تهديد على حارس فريق الشارجة الاحتياطي أساسا، ما في ولا فرصة تأتي. فريق الشارجة يأتي كما ذكرت بأقوى خط دفاع، وإن خسر في المباراة الماضية، لكن إذا تتكلم عن نتائج الشارجة طبعا فيما قبل المباراة الماضية أيضا في بطولة الدوري فاز على العروبة بهدفين مقابل هدف، فقط العروبة سجل في مرمى، فقط شباب الأهلي سجل في مرمى، فيما عدا ذلك فاز على البطايح بهدفين أيضا مقابل لا شيء، فاز على فريق الجزيرة ب4 أهداف مقابل لا شيء، استطاع أيضا الفوز على فريق اتحاد كلبة بهدف مقابل لا شيء، الفوز أيضا على دبل حصن ب4 أهداف مقابل هدف. وبالتالي هذه الأهداف الأربعة التي سجلت في مرمى فريق الشارجة والذي يأتي من خلالها كواحد كما ذكرت من أقوى خطوط الدفاع في بطولة الدوري. بيرو يسجل أول أهداف في دورينا مشاهدينا متابعينا، والكرة بترجع مرة أخرى لمصلحة فريق الشارجة بعد 18 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول. كرة بتصل بعد ذلك إلى الحسن صالح، الحسن صالح بيرسل لك كرة طويلة وإلى الأمام، يحاول فيها كايو، لكن الكرة بترجع مرة أخرى من جديد.
وبتصل بعد ذلك باتجاه اللاعب الواضح في الصورة اللي يحاول إخراج الكرة واللقطة الماضية من جانب دفاعات بني أسوة تحديدا عن طريق اللاعب بوركا. ولكن الكرة أيضا مشاهدين متابعين في هذا التوقيت الذي يصل من خلاله فريق أيضا نادي بني أس إلى 20 دقيقة حتى هذه الآن بهذه الوضعية تاسعا في جدول الترتيب يحاول من خلالها أبو بكر سيسي. شوف شاهين عبد الرحمن يخطف الكرة، كابتن فريق الشارجة يبعد هذه الكرة بشكل سليم والكرة بترجع مرة أخرى في مكان يحاول فيها الآن ماركوفيت، يرسل الكرة إلى فواز عوانة، عادت الكرة، شوف التمريرة، هنا المحاولة، فرصة أولى لكن راية وتسلل كانت على أبو بكر سيسي. فرصة أولى ولكن راية وتسلل كانت على أبو بكر سيسي في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة بترجع بعد ذلك. شوف هذه لعله أول وصول لبنياس إلى منطقة جزاء فريق الشارجة، ولحظة التمريرة اللي كانت أيضا عن طريق اللاعب الواضح في الصورة خوان باوزا، ولكن الكرة بتتحول بعد ذلك. شرجاوية مشاهدينا، كي يستلم، كي يتقدم، كي يمرر، ولكن الكرة بالطول، الكرة بتتخلص وبتبعد في اللقطة الماضية من قبل الوان بيريرا. تعود الكرة من جديد في محاولة بعد ذلك سليمة باتجاه الجهة اليمنى من رمية تماس لمصلحة فريق الشارجة، عادت إلى فراس بن عربي يحاول فيها، صارت في الجهة اليمنى، فيها تمريرة من ماجد راشد، عادت بعد ذلك الكرة، تهيأت بعد ذلك الكرة في مكان عن طريق المدافع اللي يحاول فيها مارو، بيرسل الكرة إلى خلد ضنحاني، نقلات شرجوية بالقميص الأحمر، يتقدمون، يقتربون، عرضية لوصلت لكن الكرة بعد ذلك بتتخلص، الكرة من جديد في مكان المحاولة، تأتي البينية، تأتي الشارجة، يأتي الكرة من خلالها، يريدون صدارة ويريدون تواجدا ويريدون تقليصا للفارق مع شباب الأهلي قبل هذه الجولة وقبل أن تكتمل. الشارجة لا شك بأمنيات كبيرة بعد أن عاد في المواسم الماضية وحقق مع أولاريو كوزمن كؤوسا مختلفة، لكن الهدف الآن لقب بطولة الدوري بكل تأكيد. هذه الكرة الماضية واللي بتتحول بعد ذلك إلى ضربة ركنية في اللقطة اليمنى أو على يمين حارسي المرمى لمصلحة فريق شوف هذا اللاعب الواضح في الصورة يحاول من خلالها الآن إرسال كرة عرضية ماركوفيتش بالنسبة لفريق بنياس. هذه اللقطة، هذه الكرة العرضية العالية، هذه الرأسية، الله الله، من فرصة الأولى بالنسبة للسماوي يسجلون، يعدلون النتيجة بكرة رأسية عن طريق معتز. يا للكرة، يا للكرة، يا للارتقاء، يترك هذا الطويل وحيدا بدون رقابة، سيأتي العقاب، سيكون العقاب. يا للقطة، بنياس بفرصة أولى، بلقطة أولى، بركنية أولى، بعرضية أولى، شوف هذه اللقطة، لا يمكن أن يترك أطول اللاعبين وحيدا. شوف حتى ما ارتقى، حتى ما ارتقى وهو واقف اللي هو معتز، والكرة بعد ذلك في الشباك ويسجل بهذه الطريقة. لا يوجد أي مدافع يراقبه، لا يوجد أي لاعب بجانبه. شوف اللقطة، راس بنياسيا من جديد ترتفع بهذا اللقاء بعد تعديل النتيجة عن طريق معتز بعد 22 دقيقة. يا للكرة، يا للكرة، أحيانا تحتاج فرصة، أحيانا ما تحتاج ولا فرصة وتسجل من خلالها. هذا ما حدث مع بنياس حقيقة عن طريق معتز في اللقطة الماضية. تخيل أن حارس فريق الشارجة ما تصدى لولا كرة، شباكة ما تهددت أساسا، حتى ما في تسديدة خارج المرمى، حتى ما في عرضية، حتى ما ولا في. هذه أول كرة وهدف بالنسبة لبنياس من كرة ثابتة ومن ضربة ركنية، طالع في الهواء، ما في حد معاه، ما حد يراقبه، حتى ما قفز فيها. 1-1 سجل بنياس التعادل مشاهدينا في شوط المباراة الأول. هذا السير النوبي.
طبعا هذا المدرب فرحان حقيقه بالنتيجه، لان ما كان في شيء يوحي ابدا بان بنياس راح يرجع للمباراه، ولا ان بنياس راح يسجل، ولا ان بنياس في شوط المباراه الاول، بل ان الامور كانت بالنسبه للشارجه اخطر، ومسجلين هدف ومضيعين فرصه. لذلك الان يعطيك تعليمات الان جواو المدرب مع اللاعب الواضح في الصوره ماركو فيج في التغذيه والكره العرضيه اللي تم ارسالها. ولذلك الان مساعد لاريو كوزمن لا شك في هذه المباراه تحت انظار هذا الرجل، تحت انظار اكثر المدربين حصولا على بطولات في كره الامارات، لكنه عاد هذا الموسم يريد الدوري، انه يريد الدوري هذه المره. كوزمن يعرف تماما بان بالنسبه له الامور في هذا الموسم لن تكون مرضيه الا بالعوده الى لقب بطوله الدوري الذي توج بلقبه اربع مرات، وسيكون من الصعب على المدربين في دورينا مستقبلا كسر ارقام المدرب الروماني اولاريو كوزمن، لانهم سيحتاجون الى امرين، سيحتاجون الى استمراريه والى سنوات، وسيحتاجون ايضا الى فرق قادره على تحقيق عدد من البطولات. لكن اولاريو كوزمن يذهب والى اين وفي كل مكان يذهب اليه يحقق النتائج الايجابيه، من العين الى الشباب الاهلي الى الشارجه الان، لكن يبون الدوري يا كوزمن، يبون الدوري. فواز عوانه هدف الان سيعطي بنياس الثقه، ابو بكر سيسي يحاول فيها، الكره ما زالت، الكره تاتي، العرضيه تاتي، والمحاوله من جانب فواز ولكن مقطوعه، تعود الكره مره اخرى، راسيه من شاهين، تعود الكره صارت مرتده للشارجه، وصلت الى بيرو، بيرو استلم، بيرو وقف، بيرو سيطر، بيرو عرض، يا سلام على التمريره، يريد ان يعيد الهديه الى كايو، لكن المدافع بيكراها، المدافع اندري بوركا يقطع الطريق، يستعيد الشارجه من جديد الكره ويريد ان يستعيد الطريق، الكره بترجع عن طريق كايو، كايو بينقل الكره في مكان الى خالد الضرحاني، خالد الضرحاني في نص الملعب، فيها تمريره، فيها كره عاليه وطويله في مكان، لكن الكره بتتخلص، الكره تعود، سلامات لكايو، وروح رياضيه جميله من خميس، والكره بعد ذلك الى خارج الملعب، راميا تاماس. سلامات للاعب كايو مشاهدينا متابعينا، طاح على ارضيه الملعب يتلقى العلاج اللازم، شايف هنا يعني هي جايه في وقت الاستراحه يا كايو، خليك مكانك، كلهم الان راح ياخذون شوي راحه، اساسا كانوا مريحين الصراحه، ما في حد يعني ما شفنا ذاك المستوى ولا شيء، والجو الان بدا يتعدل ويتحسن شوي شوي، ونشوف متابعينا في هذا الوقت الذي يتوقف فيه اللعب. لكن سلامات، سلامات، يبدو كايو بيا يتألم، ولا شك بأنه من اللاعبين الذين لا غنى عنهم في تشكيلة المدرب أولاريو كوزمن، ولا غنى عنهم بالنسبة للجماهير الشرجاوية، والذين لا يتمنوا إصابته أو غيابه. يغيب كمارا في مباراة اليوم، لكن حقيقة بيرو يحضر يسجل مع فراس، ونشاهد أيضا التمريرات الناجحة واللاعبين، سواء اللاعب كاتانيك أو اللاعب أيضا شاهين عبد الرحمن، أيضا اللاعب ماجد راشد، فراس أيضا بالعربي، وتتكلم عن التمريرات الناجحه، هنا نشاهد ايضا الوقت المستقطع والاستراحه في هذا التوقيت، حتى الحكام يضبطون امورهم، ضبط الامور بالنسبه للحكم، السماعه، ولا الفار الحين. وهنا نشوف مدرب بنياس جو اللاعبين ايضا في الاستراحه وهم متعادلين، كان ممكن تكون الامور صعبه بالنسبه لفريق بنياس، كان ممكن ايضا كما ذكرت ان ياتي هذا التوقيت وبنياس متاخر بهدف ايضا مقابل لا شيء، لكن نشاهد ونتابع مشاهدينا هذه اللقطه، هذه اللعبه، هذه الكره اللي تهيأت بالنسبه شوف لكايو، هذه الاولى اللي فراس سجلها لكن اعتبرت تسلل، بعد ذلك الكره الثانيه التي ايضا اعتبرت بعد ذلك تسلل، لكن الثالثه كانت بعد ذلك هدفا بالنسبه لفريقه. بالنسبة لفريق الشارجة كرة بترجع في اللقطة الماضية، شوف اللقطة الماضية، شوف الكرة اللي بترجع في الجهة اليسرى، تعود الكرة مرة أخرى، يرجع فريق الشارجة إلى لقب بطولة الدوري، أمر جدا وارد حقيقة، جمهور الشارجة وناديه
والفريق اللي كما ذكرت أحد الفرق الكبيرة جدا في كرة الإمارات، أحد الفرق الذي كنا سعيدين جدا بعودتها مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي. السنوات التي شاهدناها في كرة الإمارات وشارجة بعيد عن المنافسة لا شك بأنها كانت سنوات بين قوسين غريبة على دورينا، على مسابقاتنا، على كؤوسنا. هذا الفريق اعتدنا معه عبر ذاكرتنا وعبر تاريخنا بأن يكون موجودا حاضرا منافسا بطلا في غالبية السنوات، وبالتالي كانت السنوات التي غاب فيها الشرجوية عن الدوري، عن المنافسة، عن الكؤوس، سنوات غريبة حقيقة على كرتنا. حتى عادوا في السنوات الماضية، عادوا إلى لقب بطولة الدوري، هل اكتفوا؟ لم يكتفوا بذلك، اصطادوا الكؤوس وحصلوا على كل الكؤوس وعادوا إلى كل الألقاب الموجودة في الدوري. الآن ينافسون على مستوى البطولة الآسيوية في دوري أبطال آسيا 2، والكرة ترجع مرة أخرى، ولا يريد أن يتوقف هذا الفريق، يستمر أيضا في رغبته، في طموحه، تستمر جماهيره، هنا تسديدة قوية لكن الكرة بعيدة في اللقطة الماضية. حلوة الفكرة، حلوة التسديدة، لا تقول لي تغير كايو، والله شكله تغير كايو أيضا، وتغيير اضطراري يمكن في هذه المباراة. سلامات بالنسبة للاعب كايو، راح يكون التغيير أيضا في الدقائق المقبلة بالنسبة لفريق الشارقة في هذه المباراة، وتحديدا سيشارك البديل كونراد. كوراد سيخرج وسيشارك بعد خروج اللاعب كايو. سلامات لكايو، لم نكن نتمنى إصابة لاعب بقيمة كايو، بجودة كايو، بإمكانياته، بمهاراته، هداف فريق الشارجة، أكثر اللاعبين تأثيرا بالنسبة لهذا الفريق بكل تأكيد. سلامات، لكنه تعرض لإصابة بعد أن ساهم بهدف أول جميل جدا وببعض اللقطات في هذه المباراة، والكرة بترجع الآن في مكان كوراد. سيكون البديل الشرجوية الآن، يواجهون الإصابات وهاجس الإصابات وهاجس الغيابات، كمارا يغيب، كايو يصاب، حراس فريق الشارجة أيضا يغيبون عن تشكيلة هذه المباراة. الكرة ترجع بعد ذلك، ولذلك في الدوري لابد أن تمتلك النفس الطويل، في الدوري لابد بأن تكون لديك دكة البدلاء القادرة على إسعافك، القادرة أيضا على المحاولة بتصل في مكان إلى بن عربي، لكن الكرة مقطوعة، ترجع الكرة باتجاه سيل النوبي، بيرسل الكرة إلى فواز عوانة، فواز عوانة إلى سيل النوبي، عادت إلى فواز، الكرة تختاره، والكرة بتصل في مكان إلى ماركوفيتش، بيلعب لك كرة طويلة في مكان إلى سيسي، لكن حارس المرمى هذا الحارس حمدان الحمادي هو ما اختبر، لكن في الاختبار الوحيد على طول سجل معتز. شوف ماجد ايضا، ماجد حسن الى جانب كايو، الاثنين من اللاعبين حقيقه اللي يملكون الكثير من الحضور والكثير حقيقه من الذكريات ايضا الجميله بقميص الشارجه. والكره بترجع مره اخرى في الجهه اليسرى، كيف سيتعامل فريق الشارجه في واحده من اصعب المواقف؟ ياتي ومدربه بعيدا عن الدكه ايضا نظرا للايقاف، ياتي ايضا كما ذكرت ولديه بعض الغيابات عن التشكيله الاساسيه، ياتي باصابه اهم لاعبين في الفريق كايو في مباراة اليوم، يأتي أيضا بهذه الظروف والنتيجة هي التعادل بهدف مقابل هدف في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. الكرات العالية لكن الكرة ليست لأحد، طالت الكرة في اللقطة الماضية وراحت على لوان بيريرا، والكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. عادل حسني إيقاف، خالد توحيد وهيد ايضا محسن، والكرة ترجع مرة اخرى في اللقطة الماضية، وكانت الاحاديث ايضا والتصريحات بان نعلم بان المهمة صعبة وان نواجه فريق ايضا مهما في هذه المباراة وقيمة اللاعبين ايضا الموجودة، والكرة ترجع مرة اخرى، كانت الاحاديث بالنسبة لفريق بنياس لجهاز الاداري وللاعبيه، والكرة بتصل باتجاه سيسي، بيرسل الكرة في نص الملعب، فيها تمريرة، فيها محاولة باتجاه اللاعب اسامبا، وصلت لبنياس في الجهة اليسرى، هل ينجح بنياس في أن يصالح وأن يعالج أخطاءه في المباريات الماضية على حساب فريق الشارجة مستغلا هذه الظروف؟ الكرة العالية تصل، الرأسية تصل، وبعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب من جانب فريق بنياس، ضربة ركنية خطيرين
وين 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 معتز وين معتز؟ ضربة ركنية، شايف هذا حارس المرمى حمدان الحمادي، وشايف الآن العيون راح تكون على معتز، أطول اللاعبين واللي سجل التعادل أيضا في هذه المباراة. شوف روح تقدم معتز الآن، سجل هدف قبل دقائق وسجله من خلاله التعادل. شوف ماركوفيتش معروف الخطة، هذا رقم أربعة الواضح في الصورة، وشايف أولاريو كوزمن يضع يديه على رأسه، والكرة العرضية والرأسية دوتي مستحيل اللقطة، لم تكن من معتز، كانت قريبة المحاولة من مدافع آخر هو بوركا، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. خلاص خطة بنياس واضحة، عطنا ركنية بس الخطة، عطنا ركنية. شوف هذه الركنية، وشوف المدافع أيضا طويل القامة اللاعب بوركا، سجلوا التعادل من الضربة الركنية الأولى، كادوا أن يضيفوا الثاني من الضربة الركنية الثانية، والكرة ترجع مرة أخرى في مكان باتجاه الحسن صالح. لوان بيريرا خطأ، ترجع الكرة. إذن الرقم 7 كايو مشاهدينا يترك الجولة 7 ويخرج بتغيير اضطراري في شوط المباراة الأول، والكرة بترجع باتجاه شاهين عبد الرحمن. الآن مدرب بيرسل كرة في مكان باتجاه داركو في نص الملعب لمصلحة الشارجة هذه اللقطة وهذه اللعبة، والكرة بترجع في مكان فيها تمريرة باتجاه شاهين عبد الرحمن. الكرات العالية اللي يعتمد عليها أولاريو كوزمن في الكثير من اللقطات والكثير من الحالات، عادت الكرة باتجاه فراس أيضا بن عربي، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود الكرة، تتكلم عن 24 مواجهة في فترة الاحترافي بين الفريقين، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان، وتتكلم عن اللقاءات السابقة التي جمعتهم حقيقة. فاز الشارجة في 13 مباراة، تعادلوا في 6 مباريات، فاز بنياس في 5 مواجهات، الشارجة سجل 58 هدف، بنياس سجل 29 هدف، هذا الكلام قبل مباراة اليوم، ولكن الآن يريدون مزيدا من الكلام، المحاولة تأتي، المرور يأتي، والكرة بتصل من باوزا بيلعب لك كرة إلى فواز بغير الاتجاه. هل بدأ فريق بنياس شيئا فشيئا يأخذ ثقة أكبر، يصل إلى ملعب فريق الشارجة؟ شوف الكرات العالية وصلت بمكان، لكن الكنترول لم يتوقعها بالشكل المطلوب. جو فيكتور يعتذر في اللقطة الماضية، تمريرة كانت جميلة من جانبي بوركا، ولكن الكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية تماس بالنسبة لفريق الشارجة. الكرة بترجع الآن عن طريق اللاعب داركو في نص الملعب، تحديد على الكرة من جانب ماجد راشد. آخر 10 دقائق مشاهدينا متابعينا على الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول لهذا اللقاء، خلينا نشوف دم المباراة شوي هادية الآن، نشوف الجدول، نشوف المباريات هذه الجولة، شو الوضع بالضبط، الدنيا وين رايحة، نشوف هذه اللقطة وهذه اللعبة التي يحاول من خلالها أيضا كما ذكرت هذا الفريق في بطولة دورينا اللي تحدثنا فيه عن صدارته، تحدثنا فيه عن نقاطه. الآن في هذه الجولة راح تكون المباريات الوصل والجزيرة، ثم راح تكون بعد هذه المباراة هناك في زعبيل، خاصة وأن الوصل كما ذكرت يتراجع في جدول الترتيب في هذا الموسم ويريد أن يصحح مساره، كلب أيضا مع العوبة، النصر مع الوحدة في قمة أخرى من قمم هذه الجولة أيضا في بطولة الدوري، خاصة وأن الفريقين الثالث والرابع، قمة الثالث والرابع ما بين النصر والوحدة، تتكلم أيضا عن خور فكان ودبل حصن، تتكلم عن عجمان والبطايح أيضا، ستؤجل أيضا مباراة العين والشباب الأهلي، كانت عندنا قمة كبيرة، تخيل كان عندنا 3 قمم في هذه الجولة، هذا الرابط أحيانا عندنا جولة ما فيها ولا قمة، جولة فيها 3 قمم أحيانا. شوف العين والشباب الأهلي تأجلت لأن العين كان مشارك أيضا في بطولة كأس القارات والتي خسرها العين حقيقة أمام النادي الأهلي المصري الشقيق في مباراة أخرى تعبر عن ما يمر من خلاله العينوية في هذا الموسم من تراجع في المستوى، ولا شك عدم الرضا أبدا على ما تقدم أيضا الإدارة الفنية بالنسبة لجماهير العين في هذا الموسم، خسائر أيضا والتعثر في بطولة دوري أبطال آسيا، التراجع حتى في بطولة الدوري، لا تصدق مشهدا يليق أبدا ب
بلقب وببطولة دوري أبطال آسيا. تخيل أن في بطولة الدوري الحين سادس بطولة الدوري، الأمر أيضا بالنسبة لفريق الوصل اللي يأتي سابعا في بطولة الدوري. أبطالنا اللي كانوا في الموسم الماضي بطل آسيا وبطل الثنائية، تتكلم عن مسألة التعثر، تتكلم عن مسألة التراجع. على الأقل فريق الوصل استطاع أن يحقق فوزين في 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 دوري أبطال آسيا أو في الجولات الماضية. كرة بترجع مرة أخرى من جديد، والكرة بترجع مرة أخرى. تخيل الدوري أيضا، الدوري أساسا الآن في منافسة ما بين الشباب الأهلي وما بين الشارجة، والوحدة يريد أن يدخل بشكل أقوى إلى جانب النصر إلى جانب الجزيرة. تخيل رجع الوصلوية والعينوية أيضا إلى المسار في دورينا، كيف سيكون الوضع بالدوري؟ تعال بعدين اتفاهم معاه. تخيل ممكن يرجعون، تتكلم عن عناصر، تتكلم عن أدوات، تتكلم عن قاعدة جماهيرية، ممكن يرجعون في أي لحظة، جولتين ثلاث ممكن تشوفهم منافسين وراجعين في بطولة الدوري، وبالتالي الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. لكن أحياناً عليك أن تتخذ بعض القرارات الجريئة، بعض الخيارات، بعض المواقف، أن تكون حقيقة جريئاً في أن تعدل المسارات، لأن أحياناً الأخطاء لا تحل نفسها. ولا الكرة بترجع في مكان الآن بالنسبة لفريق بنياس، مشاكل لا يتم حلها أيضا من تلقاء نفسها إلا أحيانا حقيقة، ولكن لا تستطيع أن تنتظر هذا الأمر. الكرة بترجع طويلة وعالية في مكان، والكرة بترجع مرة أخرى باتجاه فواز عوانة، بيرسل الكرة، السيطرة من جانب أوسامبا على اللقطة الماضية، ولكن الكرة بتعود مرة أخرى إلى ماركوفيتش. بنياس حتى هذه اللحظة ما يعطيك فرص، لكن في لحظة ممكن يسجل. هذا اللي سواه في 40 دقيقة الماضية، فرصة وحيدة كانت وضربة ركنية، لكن بعدها ضربة ركنية ثانية كانت قريبة. شوف فواز عوانة كنترول جميل في اللقطة الماضية، تحسين على الكرة، السقوط الآن والخطأ من جانب كابتن الفريق وصاحب الخبرة وصاحب السنوات الماضية بجانب فريق بنياس وبقميص لهذا النادي. فواز عوانة يحصل على خطأ، يلعب بروح قتالية أيضا، ويبحث عن مساندة فريقه في تقديم نتيجة إيجابية تصلح الوضع أيضا وتحسن المراكز من جانب السماوي في مباراة اليوم. الكرة الثابتة نشوف ونتابع عن طريق جواو فيكتور، سماوية من عرضية سجلوا هدفهم الأول، ومن عرضية أخرى يريدون التقدم، عرضية أخرى رأسية. يا رب يا للسلاحي بنياس الفتاك، يا للسلاحي السماوي الفتاك. شوف مرة معتز مرة بوركا، هذه الكرات، هذا التصدي. شوف الحارس الاحتياطي للحارس الأساسي عادل الحسني، لكن شوف سلاح بنياس، شوف هذا كيف يرتقي، والكرة الرأسية، حارس المرمى بيتصدى للكرة. كرة بترجع، مباراة بدأت الآن تشعر أولاريو كوزمن أعتقد بخطورتها لسببين. السبب الأول أن كايو أصيب، ومن لما أصيب كايو تشعر بأن الشارجة ما عاد صار عنده هجوم، من لما خرج كايو تشعر بذلك، لكنهم يحاولون الآن. الكرة بتتهيأ، هنا السقوط، يا للهدية التي تقدم، يا لركلة الجزاء التي تأتي. أول فرصة بالنسبة لفريق الشارجة منذ خروج كايو، سقوط في منطقة الجزاء، هدية تقدم، سقوط وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة في هذا التوقيت ناصر العليم. شوف اللقطة، هذا أول وصول، تفويتة جميلة من لوان، بعد ذلك الكرة تعود مرة أخرى. شوف اصطدم بالقدم لوان بيريرا مع خميس أيضا صالح. شوف هذه اللقطة، هذا الاصطدام، هذا الاشتراك، ما كان منفرد، كان في مدافع معاه، لكن شوف هنا لوان بيريرا اللي غطى وخذ مكان وطلب الكرة، بعد ذلك التغطية التي تأتي والسقوط، ثلاثة مدافعين والخطأ الذي يحتسب وركلة الجزاء السريعة والجيكفار الآن في حديث. محتجين لعيبة بنياس يرون بأن هذه اللقطة بالنسبة لهم، أو لم يكونوا ينتظروا هذه اللقطة في الوقت اللي تحسنوا فيها. شوف الضرحاني عليه أن يواجه مصيره، شوف فواز عوان الآن في حديث مع حكم المباراة بعد الجيك فار الذي يصادق على القرار في ركلة جزاء يحصل عليها لوان بيريرا. شوف هذه اللقطة، شوف التحولات اللي تحدث، هدف أتى لبنياس بدون سابق إنذار، ركلة جزاء أتت للشارجة بدون أن يسبقها فرص بعد خروج كايو، هذا فهد الضنحاني
عليه أن يواجه المصير، عليه أن يواجه ركلة الجزاء، عليه باختصار أن يواجه لوان فيريرا. بالنسبة لهم المسألة مسألة الصدارة، المسألة مسألة منافسة على لقب بطولة الدوري، لا يريدون توقفا آخر، لا يريدون تعثرا آخر. الكرة من ركلة جزاء ستكون عن طريق لوان فيريرا، لوان فيريرا والتنفيذ مع فهد الطرحاني الآن أمامه بركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول. يا لوان فيريرا، يا لوان فيريرا، الصافرة ستأتي ولوان فيريرا سيأتي والشرجة سيأتي. الله الله، يأتون لأنه لا مجال للتعثر آخر، لا يريدون إلا الصدارة بالتأكيد. لوان فيريرا لا يكتفي بصناعتها بل يسجلها. يا كايو اطمئن اطمئن على إصابتك، أن على الأقل لن تؤثر في مباراة اليوم، هكذا يريد أن يقول لك لوان فيريرا الذي يسجل بعد الكرة. شوف اللقطة، شوف اللقطة، هذا الاشتراك وهذه اللعبة اللي كانت من جهة التي يأخذ الحكم في خانة الإهمال من قبل أيضا خميس صالح اللي اصطدم في لوان فيريرا، والتنفيذ والإنهاء الجميل من قبل لوان فيريرا. 2-1 مشاهدينا، شوط في 3 أهداف حتى الآن، شوط أيضا في بعض الفرص، صحيح ما كان بالدرجة الكبيرة وبالدرجة السريعة وبالدرجة الممتعة، صحيح ما كان في حضور جماهيري أيضا كبير، لكن نشوف أيضا حكم المباراة أيضا واحتساب ركلة الجزاء والعودة بعد ذلك للتقدم من جانب فريق الشارجة بهدفين مقابل هدف. والكرة بترجع مشاهدينا متابعينا في هذا التوقيت في مكان سليم باتجاه اللاعب والمدافع في هذه اللقطة. الكرة بترجع الآن في مكان إلى خميس، خميس صالح بيرسل كرة إلى سير النوبي إلى ماركو بيرتش دلام. فريق بنياس عنده حرفيا 3 فرص في الشوط الأول كلها كرات عرضية وكرات رأسية. المحاولة بتصل مرة أخرى إلى فواز عوانة، إلى كرة عرضية، إلى كرة بتعدي، الكرة بتعدي، ولكن بعد ذلك خالد الضنحاني في التغطية يبعد الكرة من أمام جو فيكتور. كانت عرضية من فواز وصلت إلى فراس بن عربي، يعود بالكرة إلى الخلف باتجاه بيرو، الكرة تعود بعد ذلك إلى خالد الضنحاني. أعتقد مشاهدينا متابعينا أن شوط المباراة الأول سينتهي وقته الأصلي بهذه النتيجة، وستكون الأمور أيضا بالنسبة لبنياس بين الشوطين في محاولة تعديل الصورة، في محاولة أن تكون هناك ردة فعل. نلعب الآن في الوقت بدل الضايع على ساحة حكم المباراة نصر العلي في هذا اللقاء. شوف هذه اللقطة، هذا الخطأ الذي يحتسب على اللاعب الواضح في الصورة من جانب فريق بلياس، وهذه المحاولة اللي كانت من جو فيكتور، لكن خالد الضنحاني يتصدى لهذه الكرة بشكل ممتاز ويفتك اللقطة، والكرة بتتحول مرة أخرى الآن من جديد إلى خطأ لمصلحة فريق بلياس. 5 دقائق يحتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع لشوط المباراة الأول، نشوف فيها شيء الخمس دقائق أم أن الأمور راح تكون سهلة بالنسبة لفريق الشارجة على الأقل. نشوف هذه اللقطة، كرة بترجع مرة أخرى باتجاه أوسامبا، بيرسل الكرة في مكان عادة التمريرة من باوزا، ولكن بعد ذلك الكرة فيها صافرة وخطأ يحتسبها حكم المباراة لمصلحة فريق بنياس. الدقائق الأخيرة ودهم بتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، الكرة بترجع من خالد الضنحاني والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، تعود الكرة مرة أخرى في مكان في الجهة اليسرى، الكرة بتتهيأ والكرة بتصل عن طريق اللاعب الواضح في الصورة اللاعب جو فيكتور، لعبها إلى معتز، وصلت إلى فواز، إلى أوسامبا، الخروج بالكرة بشكل سليم، أوسامبا بيلعب لك كرة في الجهة اليمنى، محاولة الآن إلى ماركوفيتش، ماركوفيتش وتغيير الاتجاه، يا سلام إلى ماركوفيتش، بيلعب لك كرة إلى جو فيكتور، لعب على لاعب مع الضنحاني، بنياس يحاول الآن أن يتقدم بلاعبيه، الكرة بترجع عن طريق معتز إلى فواز، فواز والتمريرة، لكن المدافع بيقراها، الكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب، في التمريرة هناك خطأ، هناك خطأ، بنياس يسيطر على الدقائق الأخيرة، يريد تعديلا، يريد تعديلا، هنا خطأ وهذا المدافع معتز. والخطأ الذي يحتسب لمصلحة بنياس في الدقائق الأخيرة مشاهدينا متابعينا، نشاهد حكم المباراة الواضح في الصورة نصر العلي
اللعب توقف في شوط المباراة الأول عدة دقائق عدة لحظات. هنا نشاهد المدرب الواضح في الصورة بتصريحاته بتوجيهاته، الآن لا ينتظر خسارة أخرى، خسر من المتصدر بالخمسة، الآن يلعب مع الوصيف ولا هنا التمريرة لكن مقطوعة من شاهين عبد الرحمن، صارت مرتدة وصلت إلى بيرو، بيرو وقف، بيرو غير الاتجاه، الكرة بترجع مرة أخرى في مكان إلى ماجد راشد. تشعر بأن التحولات شابجة نوعا ما بطيئة، يترجعون إلى الخلف، لا تشاهد التحولات السريعة في الكرات المرتدة، كان ذلك يحدث على الأقل في الدقائق الأولى عندما كان كايو موجودا. الأمر اختلف الآن بعد مشاركة اللاعب كوراد بديلا في شوط المباراة الأول، بديلا اضطراريا بالنسبة للمدرب، وفي ظل غياب اللاعب أيضا كمارا. الكرة بترجع في مكان إلى فراس بن عربي، النقلات شرجوية وصلت إلى بيرو، عادت بعد ذلك الكرة باتجاه حسن صالح اللي بدوره بيرسل كرة في مكان، الكرة مقطوعة والكرة بترجع والكرة بتتهيأ، وصلت إلى فواز عوانة. تتكلم تحديدا عن آخر دقيقة ونصف على الوقت بدل الضايع يا داركو، بيلعب الكرة إلى بيرو، وصلت إلى بيريرا، حاول فيها لوان بيريرا مشى معاها، الكرة تصل، التصويبة قد تأتي، هنا السقوط، هناك خطأ، لوان بيريرا يلعب دورك يا كايو في هذه الأوقات. السهيل النوبي والخطأ الذي يحتسب لمصلحة فريق الشارجة في الدقيقة الأخيرة لشوط المباراة الأول. شوف هذا الهدف، شوف هذا بيرو اللي راح واحتفل وسجل، راح مكمل الكرة اللي كانت أساسا رايحة، بعد ذلك معتز نزلها براسه وسجل، بعد ذلك الوان بيريرا. الآن عندنا ثلاث لقطات في شوط المباراة الأول، ثلاث احتفاليات، هل هناك رابعة يا كايو؟ نشاهد هذا اللاعب الذي خسرته هذه المباراة بعد تعرضه للإصابة، بينما فهد الضنحاني الآن في توجيه الحائط البشري. فهد الضنحاني الكرات الثابتة الخطيرة، الكرة ليست ببعيدة، والآن نشاهد قدم يسرى فراس بن عربي، ونشاهد أيضا اللعب والظهير أيضا الذي يحاول فيها الحسن صالح لكن يتركها لفراس، ممكن تصويبة ممكن عرضية، بن عربي يحاول فيها، نشاهد الآن، نشاهد اللقطة خطيرة جدا، لو لفت نشوف هذه اللقطة، التصويبة تأتي والكرة في الشباك الجانبية، لفت لكن كانت تحتاج لفة أخرى، لفة كبرى. شوف هذه اللقطة والكرة بعد ذلك فرصة بتضيع، والشوط الأول مشاهدينا أعتقد بأنه بهذه الصورة سينتهي الآن، وهذه النتيجة بانتظار شوط ثاني نشوف من خلاله الشارجة شو ممكن يسوي أيضا في إيقاف أولاريو كوزمن وبنياس، شو ممكن تكون ردة فعل أيضا في شوط المباراة الثاني بعد صافرة حكم المباراة التي تأتي وتنهي أحداث هذا. والآن ننتظر صافرة حكم المباراة ناصر علي اللي أيضا يطمئن على استعداد الفريقين وجاهزية اللاعبين وتواجد الجميع، والصافرة تأتي في شوط المباراة الثاني، واللي ذكرت أيضا بأننا نتمنى من خلالها أداء مختلفا أكثر سرعة أكثر متعة من الفريقين. الكرة بتصل باتجاه معتز أحد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا في شوط المباراة الأول، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان، تعود الكرة بعد ذلك باتجاه كوراد الذي شارك بديلا بالنسبة للاعب كايو لوكاس، كرة بترجع لهم في باتجاه فواز عوانة، بيلعب الكرة في الجهة اليمنى باتجاه اللاعب السيل النوبي، يرسل الكرة، عادت بعد ذلك إلى ماركوفيتش، وصلت بعد ذلك إلى فواز لكن صارت مقطوعة، تعود الكرة والكرة بتتهيأ، ما زالت المحاولة والفرصة تأتي، والكرة بتصل في مكان إلى الوان بيريرا، الوان بيريرا يحاول فيها، يرسل الكرة، تعود الكرة مرة أخرى في مكان، ما زالت المحاولة تأتي، والكرة تصل إلى معتز، معتز بيلعب لكرة بتصل إلى فواز عوانة، نقلات في نص الملعب، فيها محاولة، فيها تمريرة باتجاه ماركوفيتش، لكن الكرة يشير، شوف حكم المباراة خلي بالك، شوف ما يمزح الحكم، شوف هذه اللقطة، هذا ماركوفيتش، وهذه اللقطة الماضية والخطأ الذي يحتسب حكم المباراة على اللاعب ماركوفيتش، وبالتالي فريق الشارجة. ماني شايف تغييرات حقيقة، ماني شايف تبديلات، الأسماء تقريبا هي الأسماء التي بدأت وهي التي أنهت شوط المباراة الأول. الشوط الثاني شوط النقاط، شوط المدربين، كيف سيكون الوضع، كيف ستكون الصورة. الكرة بترجع الآن في مكان سليم، والكرة تتهيأ باتجاه بيرو، بيرو بيلعب الكرة إلى كوراد، كوراد في مكان، بيرسل الكرة بعد ذلك إلى خالد الضنحاني، ممكن البينية، تعود الكرة مرة أخرى، وصلت بعد ذلك إلى حارس المرمى.
الحارس الواضح في الصورة فهد الضنحاني. هذا كراد عليه مسؤولية حقيقة في أن يعوض خروج كايو في أن يقدم نفسه هجوميا، عليه مسؤولية في أن يقدم أيضا ما يجعل المدرب بالتالي يعتمد عليه بشكل أكبر في هذه الفترة. وذكرت أيضا بأن فريق الشارجة في الفترة الماضية بقيادة المدرب أولاريو كوزمن في بطولة الدوري، وهو الفريق اللي استطاع أن يحقق 5 انتصارات واللي تعثر في مباراة واحدة، يعتمد في بطولة الدوري حتى الآن في هذا الموسم في مسألة التسجيل حتى هذه اللحظة كما ذكرت على مجموعة لاعبين. الشارجة قبل هذه المباراة سجل 15 أو سجل 14 هدف، الآن سجل هدفين صاروا 16، وبالتالي ال 14 هدف اللي تم تسجيلها بالنسبة لفريق الشارجة في بطولة الدوري كانت 5 أهداف لكايو، 3 أهداف لبن عربي، 3 أهداف للاعب كمارا، 2 لبيريرا واللي سجل اليوم 3 أهدافه، وبيرو سجل اليوم أول أهدافه، شوفوا ثاني أهداف اللاعب بيريرا. حكم المباراة ناصر العلي في حديث بعض الهدوء الذي يأتي في بداية شوط المباراة الثاني، في حديث أيضا مع التشيك بار، والآن نشوف ونتابع بعض اللقطات بعض الحالات. هنا نشاهد هذه الصورة وهذا حكم المباراة ناصر علي وبجانب اللاعب ناصر العلي وبجانب أيضا اللاعب باوزا لاعب بنياس. هذه اللقطة الهدف الأول اللي تم تسجيله، شوف هروب كايو، شوف إنهاء كايو، شوف الكرة اللي كانت رايحة لكن بيرو يريد أن يسجلها، يريد أيضا أن يضمنها أكثر، والكرة بترجع بعد ذلك إلى شباك فريق بنياس. هذا هدف التعادل اللي تم تسجيله عن طريق معتز، شايف الارتقاء بدون رقابة تاكا داركو وسجل هذه اللقطة اللي هو معتز مسجلة من خلالها هدف التعادل في مباراة اليوم. بينما بعد ذلك الوان بيريرا الواضح في الصورة والتصويبة من علامة الجزاء مسجلا ومضيفا الهدف الثاني في مباراة اليوم. مشاهدينا متابعينا في بطولة الدوري المنافسة مستمرة، الأمر أيضا ينطبق على بطولة كأس رئيس الدولة واللي أيضا عليها بعض المنافسة وبعض الفرق التي وصلت إلى الدور القادم، والقرعة أيضا التي ستضع الفرق في الفترة والمباريات المقبلة التي ستكون حقيقة بعد أن شاهدنا في بطولة كأس رئيس الدولة. لكن هنا منزل اللعب متوقف، هي تبدأ الشوط الثاني، المباراة تبدأ واقفة وحكم المباراة ينتظر والأحاديث وكرة بالنسبة لمصلحة فريق بنياس. الآن المخرج من كثر ما المباراة فكل شوي يعيد الهدف، خلاص عرفنا ان بيرو اللي سجل. شوف هذه اللقطة لعب متوقف ويعيد الاهداف كلها وترجع له من جديد. شوط المباراة الثاني ما زال اللعب ايضا متوقف حتى هذه اللحظات، حكم المباراة ما زال ايضا في حديث في هذا التوقيت هو الاخر مع حكام الفيديو. لكن نشوف ونتابع الدقائق ايضا المستمره في هذه المباراه والتي نتمنى استئنافها من خلال ضربه ركنيه ستكون او رميه تماس ستكون عن طريق اللاعب جواو فيكتور لمصلحه فريق بنياس. هذا حكم المباراه، 5 دقائق مشاهدينا متابعينا، شوف اللعب واقف، الجماهير واقفة، الوضع حتى الآن واقف، الكل ينتظر أن يحدث أمر في شوط المباراة الثاني، أن يأتي أيضا القرار. وهنا نشاهد رابطة بنياس أيضا وسعيد أيضا يعطيه العافية، هنا نشاهد حضور مستمر وتواجد في هذه اللحظات في هذه الأوقات أيضا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء اللي ما زالت فيه كما ذكرت النتيجة سلبية. واحدة من المباريات التي تأتي في الجولة السابعة تعني مسألة الصدارة، لأن فريق الشارجة يأتي طرفا من خلالها، وواحدة أيضا من المباريات المهمة على مستوى نتيجتها في مستوى التنافسية. هنا ملعب بنياس مشاهدينا متابعينا بالرغم من وجود أيضا بالقرب حقيقة من المنازل من البيوت، لكن لا تشاهد الحضور الجماهيري، صحيح النتائج لا تساعد على ذلك، لكن مسألة الحضور يجب أن لا ترتبط فقط بمسألة النتائج، أدوار أيضا الإدارات في الأندية
في محاولة تحفيز الجماهير أيضا إلى مسألة الحضور والارتباط بالفريق والتواجد إلى جانبه ودعمه. أحيانا يكون النجاح بأن تحصل على مركز في وسط جدول الترتيب، أحيانا يكون النجاح بأن تبقى بين الكبار، أحيانا يكون النجاح بأن تحصل على مقعد يؤهلك إلى الأبطال أو يؤهلك إلى الأدوار والبطولات الآسيوية، أحيانا يكون النجاح بأن لن ينجح الجميع في الحصول على لقب بطولة الدوري، في النهاية فريق واحد، ولذلك النجاحات مختلفة، الحوافز مختلفة، الجماهير يجب بأن تعي ذلك، يجب أن تدعم فرقة أيضا على الأندية أن تقدم هذه المسألة، أن تقدم الكثير حقيقة من العمل في محاولة تحفيز الجماهير للحضور. نشاهد كما يحدث في مباريات القمم، يحدث في المباريات الكبيرة حضور جماهيري كبير، يجب أن نصل إلى هذه المرحلة لنشاهد فيها مدرجات وحضور أيضا حتى في المباريات التي لا تصل إلى مباريات الديربي أو مباريات الكلاسيكو أو مباريات القمة. وهذا دور أيضا مشترك ما بين الأندية، دور مشترك أيضا ما بين الرابطة في مسألة المواقيت، المواعيد أيضا المناسبة المساندة المساعدة للجماهير على مستوى الحضور. شوط المباراة الثاني مشاهدين متابعينا توقفت الأمور فيه تقريبا تتكلم عن 6 دقائق الآن، وأعتقد بأن المشكلة أن حكم المباراة لا يستمع إلى الفار، وهذه المشكلة التي تؤدي أيضا إلى توقف اللعب الآن. تخيل الآن المشكلة، ممكن أن الحكم أيضا لا يستمع إلى الفار ولذلك يوقف اللعب أيضا، و لم يستأنف حتى هذه اللحظة حتى يتم حل هذه المشكلة. ممكن الآن يستأنف اللعب مشاهدينا متابعينا، شيك على سماعتك، وهذا ما فينا على توقفات، والكرة ترجع إلى جواو فيكتور. لم يستأنف مشاهدينا، كرة عرضية، سقوط الكرة، كرة تتهيأ الآن في مكان محاولة باتجاه ماركو فيتش، لكن الكرة إذا مقطوعة تعود الكرة مرة أخرى. 6 دقائق تقريبا تم التوقف للعب في شوط المباراة الثاني، اللعب يستأنف والكرة ترجع مرة أخرى والكرة تتهيأ بعد ذلك باتجاه أبو بكر سيسي، تعود الكرة بنياسية، منزلت المحاولة إلى بوتا عدى عرض، الكرة تأتي بنياسية والتعادل لا يأتي الآن، والمرتب الضيع يا رب يا الله على اللقطة على كرة تعود بعد ذلك إلى بيرو، بيرو بيرسل الكرة والكرة تتحول مرة أخرى الآن من جديد، كرة ترجع الآن في مكان في نص الملعب يا تمريرة، عادت بعد ذلك من جديد في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب بيرو اللي بدور بيرسل الكرة، والكرة تتحول الآن مرة أخرى في مكان. هذه اللقطة المحاولة، الفريقين لعبوا 48 مباراة سابقة ككل، استطاع فريق الشارجة الفوز في 23 مباراة، فريق بنياس فاز ب 12 انتصار سابق، تعادلوا في 13 مباراة أيضا، الشارجة سجل 88 هدف قبل هذه المباراة، بالهدفين اللي سجلهم اليوم يصل إلى 90 هدف فريق الشارجة على مستوى لقاءات الفريقين. الآن نشوف والكرة ترجع مرة أخرى من جديد، المحاولة والكرة هي صافرة وخطأ يحتسبها حكم المباراة. الكرة ترجع الآن، المحاولة تأتي والكرة تصل مرة أخرى من جديد، فريق الشارجة انتصر في أول 5 جولات، و هذه كانت المرة الثانية في تاريخ الشارجة اللي ينتصر فيها في أول 5 جولات متتالية في بطولة الدوري. شوفوا التابع، الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، والكرة بترجع مرة أخرى إلى رمية الراس لمصلحة فريق بنياس. 10 دقائق مرت من ثمن شوط المباراة الثانية، ما زلنا بانتظار ردة فعل من جانب فريق بنياس، ما زلنا بانتظار إضافة من جانب فريق الشارجة، ما زلنا بانتظار شوط ثاني أسرع وأمتع من جانب الفريقين. كرة بترجع باتجاه معتز، بيرسل الكرة في مكان سليم، المحاولة اللي بتتهيأ باتجاه اللاعب بوركا أقصى الجهة اليمنى، ممكن إرسال كرة بينية لكن صارت الكرة مقطوعة باتجاه لوان بيريرا، شرجوية فيها تمريرة فيها انطلاقة، لكن الكرة بعد ذلك بتضيع. حكم المباراة يشير إلى خطأ، والخطأ لمصلحة خميسة صالح أيضا إسماعيل في اللقطة الماضية، بينما هنا نشاهد سلامات هذا لوان بيريرا والاثنين اللي اشتركوا أيضا في مسألة ركلة الجزاء في شوط المباراة الأول، هذا خميس وهذا لوان كل ما يقتربون من بعض أيضا في احتكاك في خطأ، وبالتالي سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله.
خطأ يحتسب وحكم المباراة يطمئن على سلامته. سلامات ان شاء الله. بينما هنا نشاهد هذا اللاعب الواضح في الصوره ابو بكر سيسي، يعني الشوط الثاني انتظرناه ورجع الشوط الثاني وهو توقفه، مره الحكم ما يسمع الفار، مره المصاب. شوف هذه اللقطه، هذه الفرصه الوحيده في الشوط الثاني، هرب باوزا هروب جميل كان ممكن يلعبها هناك المعتز، لكن التمريره كانت خاطئه من باوزا. شوف معتز وين واصل، كان ممكن يسجل ثنائيه في مباراه اليوم، لكن الكره بترجع واللعب يتوقف حقيقه في هذه المباراه. يعني هالمباراه اساسا هي المفروض نهائيا ما تتوقف، الكره بترجع مره عشان تصير جميل، عشان تصير احلى. شوف هذه اللقطه وهذا الهدف اللي شفناه 5-6 مرات على الاقل في مباراه اليوم، والكره بترجع الى خطا لمصلحه اللاعب صالح خميس، صالح الحمادي، الان خطا لمصلحه بنياس. فهد الضرحاني مشاهدينا متابعينا، مواجهه اخرى تجمع بين الفريقين في بطوله الدوري، مواجهه اخرى تجمع الفريقين في عهد المحترفين، مواجهه اخرى يريد الشارجه ان يكون له انتصار اخر في مواجهاته مع فريق بنياس. والكره بترجع على مرة أخرى في مكان، ما زالت المحاولة مستمرة، الكرة العرضية تأتي لكن الكرة بتتخلص، تعود الكرة بعد ذلك من جديد، الكرة تصل باتجاه بيرو، بيرو بيلعب لك كرة، وصلت بعد ذلك من جديد الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة فريق الشارجة. أرجع وأقول بأن المدرب أولاريو كوزمن عليه أن يكون حذرا، هذه المباريات تكون بمثابة الفخ وتكون بمثابة المباريات الخادعة، تشعر بأنها في المتناول ولكن في لحظة قد تهرب منك، ولذلك هدف ثالث يجب أن يأتي، هدف ثالث يجب أن يأتي، وإلا قد يأتي من خلال بنياس فرصة بعد ذلك في مسألة التعادل في هذا اللقاء. الكرة بترجع في مكان والكرة بتتهيأ في مكان، وصلت بعد ذلك هذه اللقطة، هذه اللعبة. لا شك بأن الشارجة كما ذكرت في بطولة دوري أبطال آسيا يقدم نتائجا رائعة جدا في هذا الموسم حتى الآن في مشاركته، وهذه الكرة العرضية وهذه اللقطة الماضية من قبل اللاعب خالد الضرحاني، لكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. نشوف الآن متابع هذه اللقطة، الشارجة ب7 نقاط يتصدر أيضا في مجموعته، إلى جانب أيضا فريق الوحدات اللي عنده 7 نقاط أيضا، سبهان 3 نقاط أيضا، استقلول برصيد خالي من النقاط، وبالتالي الصدارة بالنسبة للشارجة، الصدارة أيضا بالنسبة للشباب الأهلي في نسخة دوري أبطال آسيا 2 أيضا، عنده 6 نقاط أيضا في صدارة مجموعته. كل التوفيق لكل المشاركين في بطولاتنا الآسيوية. والكرة الآن بتصل من جانب ماركوفيتش، بيلعب الكرة في مكان إلى السير النوبي، السير النوبي سيكون لمن يصمح محاولات للتقدم الى الامام، سليم نوبي والكره في الجهه اليمنى لكن الكره صارت مقطوعه، فريق الشارجه سيعتمد على التحولات، سيعتمد على الكرات المرتده، سيعتمد على وان فيريرا وكونراد والقادمين من الخلف، وهذا فيراد احد القادمين من الخلف لكن مقطوعه، صارت بعد ذلك الى فواز عوانه، مرتده اسرع الان من ماركوفيتش الى فواز، من فواز الى سليم نوبي، الكره في الملعب، التمريره ما زالت، بنياس يحاول وقوف فواز على كرته، الضغط يأتي والضغط ينجح والكرة بتتخلص، تعود لمصلحة الشارجة. ساعة كاملة مرت على زمن هذه المباراة في الجولة 7 من دورينا، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. شاهين عبد الرحمن يعود بالكرة باتجاه ماجد، ماجد إلى جانبه في الجهة اليسرى، التمرير بهذه الكرة باتجاه اللاعب الحسن صالح اللي بدوره يبحث الآن عن زميل، لكن شكله في احد اللاعبين طايح على ارضيه الملعب. سلامات، سلامات خميس صالح ايضا طايح على ارضيه الملعب، سلامات ان شاء الله. في اللقطه الماضيه كايو يذهب ايضا بعد ذلك الى المدرجات بعد ان تعرض لاصابه وخرج كبديل، ترك دكه البدلاء، ذهب باتجاه عائلته. شوف هذه اللقطه اللي اصيب فيها كايو في شوط المباراه الاول واللي خرج، والان خميس طايح على ارضيه الملعب. سلامات شايف يطمن يقول له الثانيه هذه ما فيها شيء، بس اليمين هي اللي مصابة، بينما ماجد حسن وحديث الآن ما بين اللاعبين. شوط ثاني مشاهدينا متابعينا، يتابع أولاريو كوزمن، شوف ملامح كوزمن تبين لك فاهم الأمور كوزمن،
عنده خبره، يعرف هالمباريات، يعرف هالمباريات اللي 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 ما يصير فيها لعب. انت احيانا ما تخاف من المباريات اللي فيها لعب، انت تخاف من المباريات اللي ما فيها لعب، المباريات اللي واقفه، المباريات اللي شوي اصابه، شوي توقف، شوي كره مقطوعه، شوي هذه المباريات اللي يضيع فيها الوقت، اللي لا تشاهد فيها فرص، انت تخاف من هذه النوعيه من المباريات. احيانا لما تلعب مع فرق وتلعب في مباريات ايضا يكون فيها المباراه سجال والكره مره هنا ومره هناك، فرصه لك وفرصه عليك، احيانا هذه المباريات تطمنك اكثر. الكره بترجع مره اخرى، خالد الحاني في الجهه اليمنى بيرسل الكره باتجاه بيرو، بيرو ويكاب حاول فيها، سيطر عليها، بيغير الاتجاه، بيرسل الكره الى ماجد راشد، البينيه تعود مره اخرى الى الضنحاني، وقف مرر، شوف فريق الشارجه يحاول ان يجد فراغات ويحاول ايضا ان يبحث عن الرقم 10 فراس بن عربي، فراس الى ماجد والكره بترجع مره اخرى. شوف هنا دفاع بن ياس ممتاز في الافتكاك، التمريره بعد ذلك والتحول بعد ذلك وماركوفيتش بعد ذلك ومحاوله المرور، لكن التغذيه تاتي والكره بترجع مره اخرى من جديد الى ماركوفيتش اللي بدوره بيرسل الكره رامي تماس في مكان عن طريق فواز عوانه، فواز عوانه بيلعب الكره الان من جديد، تعود الكره مره اخرى في التمريره، وصلت الكره بعد ذلك من جديد في الجهة اليسرى باتجاه أيضا اللاعب الواضح في الصورة، اللاعب أيضا معتز اللي بدوره بيرسل الكرة إلى جواو فيكتور، ترجع الآن الكرة مرة أخرى من جديد. بين الشوطين تحدث أيضا مع بعض الجماهير أيضا اللي حاضرة، ومسألة أيضا الحديث بأن الكرة موعد المباراة شوي مبكر، الأجواء لسه، وبعدين طيب يعني شو نسوي؟ وصلنا شهر 11 الآن، إذا بتتكلم عن الأجواء وإذا بتتكلم متى الجو يتعدل ومتى الجو، أعتقد في السنوات المقبلة سنكون في حاجة حقيقة للملاعب المكيفة حقيقة. خلاص نخلص من هالمسألة وابدأ بعدين الدوري شهر 8، ما عندك مشكلة، ابدأ الدوري متى ما تبغي، ما عندك مشكلة، تكون عندك ملاعب مكيفة، تكون عندك الأجواء أيضا صالحة للعب المباريات والكرة بترجع مرة أخرى. تبغي مباراة ثلاث الظهر، ألعب ثلاث الظهر، ما عندك مشكلة، بعد الدوام على طول على كيفك، الكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب رمية تماس. لكن أعتقد بأنه مهم جدا في الفترة المقبلة بأن يكون ذلك، الشدة عندنا يدوب شهرين ثلاثة شهور، الكرة بترجع إلى خارج الملعب رمية تماس. يعني أنت متخيل لين شهر 11 ونلعب وقت مستقطع ودقيقة التبريد وترجع مرة أخرى من جديد في الجهة اليمنى إلى رمية تماس مشاهدينا. خالد الضنحاني سلامات، لوان بريرا طايح على أرضية الملعب، شوف هنا المدافع يقول له قوم ما فيك شيء، وشوف هنا الجمهور أيضا الشارجة فواز عوانة ممكن اللي قال له قوم في اللقطة الماضية لوان بريرا، أو لا والله ما كان فواز، شوف هذه اللقطة والمدافع اللي تحدث معاه في اللقطة الماضية أتوقع خلف الحسني، شوف اللقطة الماضية مدافع فريق بن ياسر اللي شارك في شوط المباراة الثانية خلف الحسني، سقوط أيضا أحد اللاعبين، مش ممكن الشوط الثاني، الشوط الثاني لا تعطونهم استراحة التبريد، الشوط الثاني ما في لعب كل استراحة. شوف هذه اللقطة وهناك هذه اللعبة، عيدة مرة ثانية خلينا نشوف فيها شيء ولا لا. لا سقوط لوان بريرا، لعب كل شوي متوقف، كل شوي إصابة، وبعدين معاكم شو اللي صار؟ هذا حكم المباراة حتى الآن في حديث مع اللاعبين، وكل شوي في إصابة، والجهاز الطبي يأتي وسلامات إن شاء الله لوان بريرا، و65 دقيقة وهذا الهدف اللي سجله، والمخرج يعيد في الأهداف ونعيد في التعليق، يا ساتر على اللي يصير في الشوط الثاني. وهذه اللقطة وحكم المباراة الآن في كلام مع الفار، وما نعرف السماعة أوكي ولا أوكي، والكرة بترجع الآن مرة أخرى، لكن تعدي الامور والكره بترجع مشاهدينا متابعينا في هذا اللقاء. وحكم المباراه الان بعد الحديث ايضا مع الفار، ويطلب من اللاعبين الاستمرار في اللعب، 66 دقيقه مرت من ثمن هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا. نتيجه 2-1، لا تشعر ان بن ياس يبغي يعدل، ولا تشعر ان الشارجه يبغي يضيف، حتى الان مو فاهمين في شوط المباراه الثاني الوضع بالضبط. الكره بترجع مره اخرى من جديد رمية تماس لمصلحة خالد الضنحاني، بيلعب لكرة فواز عوانة يقطع الطريق، والكرة بترجع مرة أخرى في اللقطة الماضية بالنسبة لفريق الشارجة رمية تماس.
نشوف ونتابع شو اللي راح يصير في شوط المباراة الثاني، الأوراق التي قد نشاهدها في شوط المباراة الثاني، التغييرات التي قد تأتي أيضا في شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء، والكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب. أعتقد أيضا هذه اللقطة وهذه اللعبة هذا معتز، والكرة اللي فيها تغذية على اللاعب كرات افتقدنا كثير حقيقة لكايو، كان واحد من اللاعبين. الآن نشوف تعود الآن الكرة مرة أخرى في مكان خالد الطرحاني، بيرسل الكرة في الجهة اليسرى، تعود الكرة فيها تصويبة عن طريق بيريرا، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. المحاولة أم تتهيأ في اللقطة الماضية وتتحول بعد ذلك من جانب لوان بيريرا إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى نشوف الآن عن طريق حارس المرمى فهد الضرحاني. شوط المباراة الثاني مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، كرة بترجع عن طريق خلف الحسني لبدورة، بيرسل كرة عالية وطويلة لمصلحة فريق بنياس، ولكن الكرات مقطوعة، تعود الآن في الجهة اليسرى في انطلاقة تمريرة كانت عن طريق كاتانيك يحول فيها، لكن كرات لا تصل إليه الكرة، كمية كرات مقطوعة مستمرة، تعود الكرة مرة أخرى والتمريرة أقصى اليمين إلى خالد الضرحاني. خالد الضرحاني في الجهة اليمنى بيلعب الكرة إلى بيرو تقدم، بيرو حاول، بيرو صوب، الله على الكرة، الله يا بيرو، الله يا بيرو، كان أن يكون هدفا رائعا. شوف المرور، شوف التصويبة، لكن الكرة مرت في جوار القائم. هذه فرصة أولى في الشوط الثاني، شوط ما زلنا نحتاج فيه إلى بعض الفرص، نتمنى ذلك، نريد ذلك، ننتظر ذلك، وانظر إلى ذلك، الله الله يا بن عربي، يا بن عربي، فرصة بعد عدة نقلات، بعد عدة تمريرات، الكرة تصل إلى فراس بن عربي، صواب، لكن الكرة أيضا بتضيع، والكرة بتروح، والكرة بتتهيأ بعد ذلك من جديد إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية، إلى الجهة اليسرى باتجاه معتز، معتز بيرسل الكرة في مكان لجواو فيكتور، جواو فيكتور بيحاول فيها، عدم الواحد، عدم الاثنين، يستلم على فيكتور، سقوط، لكن الآن ينهض، الكرة بترجع، هناك خطأ، يحتسب حكم المباراة في هذا التوقيت على ماجد راشد، والكرة بترجع مرة أخرى من جديد. شوف هذه اللقطة، وهذا نصر العلي حكم المباراة، وهذا سير النوبي بعد حل فردي حقيقة من جواو فيكتور، حاول أن يكمل فيها، خطأ مع ماجد راشد، حكم المباراة، احتجاجات كثيرة وصبوط اللعب الآن من جديد، لا تقول لي إصابة يا جواو فيكتور، كمل يا جواو فيكتور، تحمل على نفسك، لكن حكم المباراة في كلام الآن مع ماجد راشد، هذا ماجد راشد وهذا الاحتجاج، وما زال الحديث مع طاقم البار، وما زال اللاعبين الآن في بعض الاشتباك، هذا اللي ناقص، هذا اللي ناقص الآن، تكمل الآن، يا أخي صلوا على النبي، خلوا الشوط الثاني يعدي على خير. شوف الآن اللي صاير، توقفات وأخطاء، والآن اشتباك أيضا بين اللاعبين وحكم المباراة، في حديث ايضا مع البار في هذا التوقيت، 70 دقيقة مشاهدينا متابعينا مرت من زمن هذه المباراة، لا تعلم حقيقة كم من الاوقات الضائعة التي يمكن احتسابها، يعني نشوف متابع اللعب ايضا يتوقف وحكم المباراة يأذن بالجهاز الطبي للدخول، وكرت اصفر على ماجد راشد، كرت اصفر ايضا على سيسي في هذا التوقيت وعلى اسامه في هذا التوقيت، نشوف نعم كرت اصفر هنا، وبالتالي حكم المباراه نصر علي، لكن يجب ان تكون الامور اسرع، الجهاز الطبي يدخل بشكل اسرع، القرار يكون بشكل اسرع في المباراه ايضا، هنا نشاهد ونتابع هذا اللعب لوسامبا في هذا الوقت، واللي يحصل على كرت اصفر من قبل حكم المباراه نصر علي 20 دقيقه، كل ما تبقى على الوقت المتبقي من زمن شوط المباراه الثاني، وهنا نشاهد فواز، وهنا نشاهد، شوف هذا جواو فيكتور عدى بمجهود فردي جميل، عرقل في المره الاولى، عرقل في المرة الثانية، السلامات للاعب جواو فيكتور أيضا بعد اشتراكه مع اللاعب ماجد راشد، شوف الأولى ما راح، حاول يكمل الثانية هذه، وبعد ذلك أيضا الاحتكاك القوي اللي كان من جانب ماجد راشد، وبالتالي الخطأ الذي يحتسب لمصلحة فريق بنياس. الجهاز الطبي قام باللازم في هذا التوقيت، نشوف الآن حكم المباراة والكرة الثابتة، جواو فيكتور راح يكمل المباراة، سلامات إن شاء الله، خطأ بوزة على التنفيذ، ماركوفيتش على التنفيذ، الآن نشوف ونتابع هذه اللقطة وهذه اللعبة. وفي
تغييرات قادمة ستكون لمدرب فريق بنياس أيضا جواو بوست أيضا نشاهد في هذا التوقيت التغيير سيتم الآن التغيير سيتم في ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من جانب بنياس سيشاركون لوسام الذي حصل على كرت أصفر سيخرج في هذا التوقيت ويترك مكانه لعبد الله البلوشي وعندك اللاعب رقم 10 باوزا الذي لم يظهر كثيرا سيخرج في هذا التوقيت وعندك أيضا راح يشارك اللاعب إيساك أيضا وأشاهد أيضا التغيير الثالث جواو فيكتور اللي أصيب قبل قليل سيترك مكانه اللاعب رقم 74 أيضا أدهم حجازي إذا عندك أدهم حجازي عندك اللاعب أيضا إيساك الذي يشارك رقم 19 عندك عبد الله البلوشي رقم 8 عدة تغييرات في شوط المباراة الثاني من قبل مدرب بنياس أيضا جو بورخس في هذه المباراة وكاتالين مساعد مدرب كوزمان مساعد مدرب كوزمان في الجانب الآخر لم يجري تغييرات حتى الآن في شوط المباراة الثاني ثلاث تغييرات دفعة واحدة أدهم حجازي يشارك إلى جانب إيساك إلى جانب عبد الله البلوشي بالنسبة لمدرب بنياس في شوط المباراة الثانية على أمل أن يغير النتيجة على أمل أن تتعدل الأمور هنا الكرة من ماركوفيتش هنا الرأسية تأتي هنا المدربكة هنا المتابعة الكرات العرضية خطورة بنياس والتصويب إلى خارج الملعب من جديد كانت عن طريق سهيل النوبي في اللقطة الماضية ولكن كرة سهيل النوبي النوبي موسم قبل الماضي قبل الماضي موسم اللي نافس فيه بنياس حقيقة لو تذكرون واللي كان أيضا منافسا حتى الأسابيع الأخيرة قبل أن يحصل عليه فريق الجزيرة كان واحد من أجمل مواسم السير النوبي على مستوى الأداء في تشكيلة بنياس الفترة اللي كان فيها جواو بيزرو أيضا مع فريق بنياس في ذلك الوقت وكان من هدافين الدوري الآن نشوف ونتابع هذه اللقطة خوان باوزا خرج لم يقدم الكثير أتحدث عن اللاعب رقم 10 الآن نشوف الصورة أربعة مدافعين أدهم حجازي في الجهة اليسرى مكان جو فيكتور ونشاهد وركا الى جانب معتز الى جانب الجهه اليمنى خلف الحسن اللي شارك بديلا لخميس صالح اسماعيل اللي طلع مصاب اظهرت بنياس اليوم خرجت كتغييرات اضطراريه مصابه جو فيكتور اصيب خميس ايضا اسماعيل ترك مكانه لخلف الحسني ايضا كمصاب وبالتالي تغييرين على مستوى الدفاع كانوا تغييرات ايضا اضطراريه من قبل المدرب ايضا جو بورخيس هذه اللقطه وهذا الخطا شوط ثاني مشاهدينا متابعينا بدون مبالغة فيه تسديدتين فقط في هذا الشوط خارج المرمى كانت من جانب لاعبي فريق الشارجة واحدة كانت من فيرو واحدة كانت من فراس بن عربي فريق بنياس حتى الآن بدون أي خطورة حقيقية تذكر وهو المطالب بالعودة وتقليص الفارق في هذه المباراة أو تعديل النتيجة الكرة بترجع مرة أخرى نصل إلى آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعينا الشوط الأول اللي أساسا كان أقل أيضا من المنتظر أفضل بكثير حتى الآن من شوط المباراة الثاني اللي ما زال حتى هذه اللحظة لا يعطينا الدقائق المنتظرة على مستوى الفرص ولا على مستوى الأداء ولا على مستوى الجمال ولا على مستوى الأفكار الكرة بترجع مرة أخرى باتجاه معتز بيلعب للكرة في مكان أدهم حجازي ترجع الكرة مرة أخرى فيها تمريرة تعود الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى الحارس الواضح في الصورة واللي بدونا بيرسل الكرة تعود الكرة إلى ماركوفيتش إلى فواز عوانة في الجهة اليمنى في التمريرة إلى سهيل النوبي عادت يا سلام على فواز سهيل النوبي يحاول فيها لكن الكرة مقطوعة والكرة بترجع والكرة بتتهيأ والكرة بتصل في مكان بنياسية إلى عبدالله البلوشي بيلعب للكرة لكن الكرة مقطوعة تعود بعد ذلك الكرة من جديد لمصلحة فريق الشارجة اللي بيلعب للكرة إلى بيرو هنا التمريرة هنا أدهم حجازي معاه في التغطية هنا الكرة بترجع مرة أخرى إلى ماجد راشد اللي عنده إنذار تصل الكرة الآن في مكان وصلت بعد ذلك المحاولة والكرة اللي بتأتي في الجهة اليمنى في التمريرة عادت الكرة وصلت إلى خارج الملعب قبل التمام مشاهدينا متابعينا ربع ساعة كل ما تبقى يا شاهين على انتصار يصل بفريق الشارجة إلى صدارة الدوري بالتساوي مع فريق الشباب الأهلي ومؤقتا على اعتبار بأن مباراة الشباب الأهلي ستكون مؤجلة في هذه الجولة مع العين اللي كان يشارك في نهائي كأس القارات الماضية والآن وقت مستقطع ما قلنا خلاص ما يحتاج حكم المباراة كلها وقت مستقطع والآن هذه دقيقة الاستراحة في آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعينا والتعليمات من قبل المدرب أيضا للاعب معتز في هذا التوقيت في هذا اللقاء اللي
يستمر أيضا عبر قنوات أبوظبي الرياضية بهذه النتيجة وبهذه الصورة، ولننتظر أيضا لقاء آخر يليه بعد هذه المباراة سيكون بين فريقي الوصل والجزيرة. الوصل العائد أيضا من انتصار مهم جدا في بطولة دوري أبطال آسيا، وفريق الجزيرة الذي يأتي في 4 مباريات متتالية هو الآخر بانتصارات أيضا بالنسبة لفريق الجزيرة ويريد استمرارها، وبالتالي مباراتين أو مباراة أيضا بين فريقين يتمنيان أيضا استمرارية في النتائج الإيجابية. مباراة مثيرة منتظرة متوقعة، لعب الآن يتوقف في شوط المباراة الثاني كوقت مستقطع، يعود الفريقان من جديد وننتظر استئناف ما تبقى من دقائق في هذا الشوط في آخر 13 دقيقة بساعة حكم المباراة في شوط من المتوقع بأن يكون أيضا أوقات ضائعة كثيرة. وهنا نشاهد هذه اللحظات ورمية التماس عن طريق أدهم حجازي. أدهم حجازي يفكر أولاريو كوزمن في كيفية الفوز حتى وإن لم يكن هناك أداء جيد في مباراة اليوم، ولكن هناك تغييرات ستأتي دفعة واحدة بالنسبة للمدرب أولاريو كوزمن عن طريق مساعدة كاتالين، لأن أشاهد ماجد حسن اللي يستعد للمشاركة في شوط المباراة الثاني، وأشاهد أيضا اللاعب الآخر أيضا الذي سيشارك في هذه اللحظات ديفيد أيضا بيتروفيك اللي سيشاهد في هذا التوقيت. 3 تغييرات دفعة واحدة، واللاعب أيضا يومينتشو سيشارك. 3 تغييرات بالنسبة للاعبي فريق الشارجة اللي يحتاجون إلى تغييرات حقيقة أيضا حتى نشاهد أداء أفضل، لأنها واحدة من أقل مباريات الشارجة في هذا الموسم. ماجد حسن سيشارك وإن كان متقدما بهدفين مقابل هدف، وديفيد أيضا اللي يشارك الآن كتغيير مكان داركو. أيضا هنا نشاهد اللاعب يومينتشو سيشارك في هذه اللقطة وفي هذه اللعبة من توقيت زمن المباراة في شوطها الثاني. كرة بترجع الآن، ماجد حسن اللي شارك، معتز بيرسل الكرة إلى الخلف، تعود الكرة مرة أخرى باتجاه حارس المرمى اللي بدوره بيرسل الكرة عالية وطويلة في الجهة اليمنى، ما زالت المحاولة ولكن الكرة بطولة بتتحول إلى خارج الملعب رمية التماس. ديفيد بيتروفيتش يشارك في شوط المباراة الثاني كتغيير آخر في هذه المباراة، والكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى لمصلحة فريق الشارجة مكان الحسن صالح اللي بدوره بيرسل الكرة. هذا يومينتشو أيضا ميلوني لا يلعب هذه المباراة أيضا بعض الغيابات التي أثرت على الفريق، تتكلم عن كمارا، تتكلم عن إصابة كايو، تتكلم أيضا عن ميلوني، تتكلم عن الحراس. الكرة بترجع مرة أخرى وحارس المرمى البديل واللي لم يختبر حقيقة في شوط المباراة الثاني، والكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب رمية تماس. هذا الحارس الواضح في الصورة فهد الضرحاني، والكرة بترجع الآن باتجاه فهد الضرحاني اللي بدوره بيرسلها كرة عالية وطويلة في مكان الآن عالية وطويلة. هذه اللحظة سيل النوبي بدوره بيرسلها كرة، تعود الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق الشارجة. شوط ثاني يبحثون عن فرص حقيقية لكن لا وجود لذلك. بنياس يمكن أفضل دفاعيا في الشوط الثاني لكن هجوميا لم يكن كذلك. هنا نشاهد ونتابع الخطأ الذي يحتسب في مباراة الأخطاء والإصابات، هذا لسه نازل أيضا يومينتشو، وهنا الخطأ الذي يحتسب لمصلحة فريق الشارجة. وشايف اللاعبين في حديث الآن مع حكم المباراة أيضا حكم نصر العلي، والكلام أيضا مع كابتن الفريق فواز حوانة في هذا التوقيت، ويكتفي بإنذار جنبوي للاعب فواز حوانة. نشوف اللقطة الماضية، هذا الدخول أيضا من جانب فواز حوانة والخطأ لمصلحة يومينتشو. خطأ ينفذ في هذا التوقيت لا من جانب فريق الشارجة. ديفيد على التنفيذ، فواز عوانة والمدرب زعلان أيضا، يمكن كان يطالب بكرت في هذه اللقطة. آخر 10 دقائق مشاهدينا متابعينا، خطأ سيكون في هذا التوقيت والكرة العالية والطويلة لمصلحة الشارجة. شاهين الآن بكرة رأسية ومتابعة أرضية، الله الله، من أول وصول حقيقي في الشوط الثاني، هدف النقاط الثلاث، هدف النقاط الثلاث. كراديو سجل أول أهدافه، كراديو سجل أول أهدافه بديل كايو. هذا ما يجب أن يفعله، هذا ما يجب
يجب أن يقوم به بديل كايوب. هدف ثالث، سعادة شرجاوية، شاهين يصنع، مدافع يرتقي، والكرة بعد ذلك إلى كراد يسجل أول أهدافه. نعم إنه لنا كراد يحتفل سعيد باللقطة. شوف الكرة، شوف هنا الخطأ الذي يحتسب على فواز، شوف الكرة العرضية العالية في مكان شاهين بينزلها، كراد وحيدا يهرب من الجميع، والشارجة يهرب بنقاط هذا اللقاء الآن. وإصابة لحارس المرمى شفاد الضنحاني باللقطة الأولى، احتج أول شيء، بعد ذلك شاف في هذه اللقطة هذا الاشتراك مع كراد، هنا الاحتجاج أول شيء، بعد ذلك الإصابة من فهد الضنحاني، سلامات إن شاء الله في اللقطة الماضية والاشتراك اللي كان مع كراد. وشاف هنا جمهور الشارجة السعداء بهذه النتيجة حتى هذه اللحظة. كراد سعيد في أول أهدافه حتى الآن، كان ينتظر ذلك، ضغوطات كبيرة، ولنا يطمئن، يريد أن يطمئن، لأن لسه في كلام. فهد الضنحاني كان في اشتراك وكان في اصطدام، ويمكن تلغي هذه الفرحة يا كراد، أصبر شوي نوين عليك. شوف هذه اللقطة، هذه اللعبة، كراد يبغي يحتفل، هذا الاصطدام، هذه اللعبة الماضية، فهد الضنحاني هو هرب بين المدافعين في اللقطة الماضية، لكن بعد ذلك اصطدم بصراحة في فهد الضنحاني. نشوف الآن قرار حكم المباراة والتقدير أيضا في هذه اللقطة في اللعبة الماضية. شايف هنا إكمال الكرة، الوصول للكرة، الاشتراك، بدأت يكون تقدير حكام، تقنية الفيديو قام بالسلامة، حتى بالهدف اللي تسجل صار في توقف، وصار في علاج لازم، وصار في مش ممكن كمية التوقفات، لو متفقين على الموضوع مش ممكن كمية اللعب الفعلي، أعطوني كمية اللعب الفعلي في هذا الشوط، حقيقة لا يمكن الإنصاف. وأشوف لك الدار الآن بعد يحتسب على فهد الضنحاني في هذا التوقيت، يقول له فيها خطأ، وشوف بعد ذلك حصل على كرت أصفر في هذا التوقيت. وحكم المباراة الآن في حديث أيضا مستمر مع تقنية الفيديو، زعلان فهد الضنحاني، زعلان على المساعد، وحصل على بطاقة صفراء، والهدف حتى الآن أقرب للاحتساب في هذه اللحظات بالنسبة لفريق الشارجة. إذن 3-1 مشاهدينا متابعينا، لا تغيير على مستوى تقدم فريق الشارجة إلا بإضافة هدف الثالث عن طريق فهد الضنحاني، والكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليمنى، وصلت بعد ذلك إلى بوركا، تعود الآن من جديد مرة أخرى. خلاص الأمور بالنسبة لبنياس تقريبا انتهت، وممكن أن تزيد، ممكن يجي الرابع الآن، والمحاولة بتصل والكرة العرضية، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، ممكن أن يأتي الرابع الآن إلى استمرت الأمور بهذه الصورة. بنياس حقيقة هجوميا ما كانت لأي ردة فعل، ما له فرص، ما له محاولات، اكتفى بالدفاع. صحيح الشارجة ما لعب بشكل جيد في الشوط الثاني، لكن من كرة ثابتة وصل لما يريد، سجل كراد أول أهدافه، وبالتالي الكرة بتتحول. 5 دقائق مشاهدينا متابعينا، كل ما تبقى على الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني، بتقولي في وقت بدل ضايع، أقول لك في وقت بدل ضايع، نعم، لكن هل في فرص تأتي؟ أذهب حجازي بيلعب كرة عرضية، لكن الكرة أيضا مقطوعة، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان، نشوف شاهين عبد الرحمن. باقي 5 دقائق مشاهدينا متابعينا على الوقت الأصلي لهذا اللقاء. أدم حجازي في هذه المباراة، ياهو شوط طويل حقيقة، لكن عدت الأمور، هانت الأمور، الكرة بترجع لها باتجاه أدم حجازي الآن على تنفيذ رمية التماس، بيرسل لها كرة طويلة وإلى الأمام، لكن الكرة أيضا فيها صافرة، وخطأ يحدث في هذا التوقيت لمصلحة فريق الشارجة. شوف هذا بوركا، وهذه خطة بنياس، يعني يا كرة عرضية يا رمية التماس على شكل ضربة ركنية، هذه الطريقة الوحيدة اللي شكلوا فيها الخطورة، وحاولوا الآن في هذه اللقطة، لكن في دفعة كانت على بوركا، في دفعة نعم لمصلحة ماجد حسن. شارجة مشاهدينا متابعينا يصل إلى الصدارة، لن يترك الشباب الأهلي لوحده على صدارة الدوري، سينافسه، سيطارده أولاريو كوزمن. يطلبكم الدوري هذا الموسم، أولاريو كوزمن يريد الدوري هذا الموسم، وبالتالي على البقية بأن يحذروا، لأنه يريد ذلك. وكراد الآن فتحت الأهداف، يريد هدفا آخر، هنا المرور، لا مرور معتز يفتكر
الكرة. السكالنوبي يبدأها، السكالنوبي يحاول فيها. شوف تمركز لاعبي الشارجة، صعوبة في أنك تبني هجمة، صعوبة في أنك تخلق فرصة، وبالتالي تضطر للعودة إلى الخلف. الكرة بترجع باتجاه معتز، فريق الشارجة يقف في نصف ملعبه وفي منطقة دفاعها بشكل جيد. هنا معتز الآن في الزيادة في التمريرة، شوف كيف افتكاك الكرات، قطع الكرات من لاعبي الشارجة بدون معاناة، وبالتالي استعادة الكرة بعد ذلك في هذه اللقطة. الكرة بترجع في مكان، وصلت الآن في الجهة اليمنى، الكرة بتتهيأ والكرة بتصل باتجاه فيرو. سجل اليوم اللاعبون اللي كانوا ينتظرونهم أيضا أن يسجلوا في مباراة اليوم، أتحدث عن فيرو، أتحدث عن كونراد. والكرة بترجع في مكان إلى ماجد، إلى المهندس، يرسل كرة في مكان إلى كونراد، وصلت إلى مين تشوف اللاعب البديل اللي يحاول فيها، والكرة ما زالت الآن الطريق يومين تشوف، يرسل كرة إلى الوان فيريرا، وقف سيطر لمصلحة الشارجة، ما زالت يرسل كرة، الكرة بتتهيأ والكرة بتتحول من جديد. هناك خطأ يحتسب على الوان فيريرا، خطأ يحتسب على الوان فيريرا في هذا التوقيت. الشارجة في صدارة الدوري مشاهدينا متابعينا حتى الآن بالتساوي مع الشباب الأهلي، عنده 17 هدف عليه 5 أهداف أيضا، تتكلم عن فارق الأهداف بالنسبة له، لكن مواجهة الفريقين المباشرة تأتي كانت لمصلحة شباب الأهلي. الشارجة الآن مشاهدينا متابعينا يعوض خسارته في الجولة الماضية مستفيدا من عدم لعب فريق شباب الأهلي هذه الجولة، والكرة تتحول الى في مكان الى عبد الله البلوشي باتجاه بوركا، بوركا يحاول فيها في الجهه اليمنى، بيرسلها كره عاليه وطويله، المحاوله باتجاه انسان تحاول ولكن مقطوعه، تعود الكره عن طريق خالد الضرحاني، شرجاويه في مكان التمريره من بيرو الى خالد، وصلت بعد ذلك من جانب فراس، يرسلها كره الى الخلف، ممكنات الكرات العاليه لكن بيغير رايه، تعود الكره مره اخرى من جديد، هذه المحاوله بالكعب في مكان عن طريق اللاعب ماجد حسن اللي الكرة بيرسلها كرة عالية وطويلة ولكن إلى خارج الملعب، بتتهيأ الكرة لمصلحة فريق برياس. الكرة بتتحول الآن إلى خارج الملعب وتصل في الجهة اليسرى باتجاه معتز، بيرسل الكرة إلى عبد الله البلوشي، تعود الكرة مرة أخرى الآن في الجهة اليمنى، والمحاولة بتأتي والفرصة بتأتي لمصلحة خلف الحسني، يرسل الكرة، شوف بن ياسر لما أقول لك خلاص الأمور بالنسبة له صارت صعبة، لكن يبحث الآن عن لقطة تعيد إلى المباراة، وتذكروا بأن في الشوط الأول سجل هدفا من لقطة لم يكن يسبقها أي لقطة خطيرة أبدا. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة فيها خطأ، مباراة الأخطاء، مباراة التوقفات، مباراة الفرص القليلة، ولكن 3 أهداف شرجوية ب3 نقاط، هذا كل ما يريده أولاريو كوزمن من مباراة اليوم حقيقة، من ملعب بنياس وهو يحصل عليه ويقترب منه في هذه اللحظات. هنا نشاهد ونتابع، يحسب لفريق الشارجة في الشوط الثاني دفاعيا وفي خط وسط أن استطاع أن يتحكم بالأمور، أن يمنع بنياس تماما من التواجد في منطقته، التواجد والكرة بترجع في مكان إلى بيرو، بيرو إلى خالد الضرحاني، شرجوية ممكن، التمريرة ممكن، عادت بعد ذلك إلى بيرو في مكان، إلى ماجد في مكان، شوف اللقطة، تعود الكرة مرة أخرى، الشارجة أكثر سيطرة، أكثر تمريرا على الكرة، على اللقطات، الكرة بترجع باتجاه ديفيد اللي شارك مكان الحسن صالح، تعود مرة أخرى في مكان لمصلحة فريق الشارجة، ومحاولة إرسال كرات عالية خلف المدافعين باتجاه بيرو، وصلت يا سلام على التمريرة، لو لم فيها، لو حاول، لو كسر، لكن هناك رايه وتسلل متاخره وصلت في لقطه، خلوه يستلم، خلوه يفكر، بعد ذلك الرايه تاتي والكره بترجع بعد ذلك الى فهد الضرحاني، شايف لحظه خروج الكره، يعني كان متقدم، نعم القرار سليم في اللقطه الماضيه، والكره بترجع مره اخرى باتجاه بوركا، مشاهدينا اندري بوركا يحاول فيها، نلعب في الوقت بدل ضايع 10 دقائق، يعني شوف 10 دقائق وترى كان ممكن يعطي اكثر، بس يعني يقول لك خلاص الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، 10 دقائق كوقت بدل ضايع يعني شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء، فرصة هدف رابع ممكن، فرصة الله الله، من التمريرة هدف هداسس، يقول له سجل لي، يقول له سجل لي 4، وش
الشارجة يترفع سويا إلى جانب الشباب الأهلي عن طريق الرقم 44 ديفيد بيتروفيتش. يا فراس يا فراس، يا للكرة المرتدة، يا للوقت بدل الضايع، يا للعبة يا للكرة. شوف اللعبة، شوف اللقطة، شوف التمريرة، كرت من بن عربي، كرت من الرقم 10 والشارجة 10 على 10. شوف هذه اللقطة، هنا الافتكاك، شارجي أفضل يدافع عن مرمى. شوف فراس، شوف التمريرة، شوف التحرك، ديفيد بيتروفيتش الرقم 44، الكرة في شباك بنياس، معلنة عن الهدف الرابع. انتهت الأمور بالنسبة لبنياس في هذا اللقاء، نتيجة ثقيلة يتلقاها أخرى بعد نتيجة ثقيلة تلقاها أمام الشباب الأهلي، ألنا نتيجة قاسية أخرى. ديفيد بيتروفيتش الظهير الذي يشارك زاد فيها صناعة جميلة احتفالية مع جماهير الشارجة، رباعية شرجوية يتربعون من خلالها على صدارة الدوري إلى جانب شباب الأهلي في دورنا. في تغييرات الآن، خلاص هذه التغييرات اللي في الوقت بدل الضايع من جانب المدرب كوزمين. خالد بوزير مشارك كبديل، العودة في هذا التوقيت مكان لوان فيريرا بعد ضمان الأمور أيضا، يشرك يعطي هذه الدقائق العشر المتبقية. لوان فيريرا صاحب الهدف الثاني بعد أن صنع أيضا وحصل على ركلة الجزاء. فريق الشارجة من الفرق اللي حتى لو ما قدم أداء هجومي جيد فإنه يقدم أداء دفاعيا جيدا، فإنه يقدم أداء متزنا في غالب المباريات. تشاهد هذه المسألة صعوبة الوصول إلى مرمى، إذا ما استثنين المباراة الماضية فقط الكرة بترجع مرة أخرى من جديد، وبعد ذلك يعتمد على لقطة وعلى التحول أو على كرة ثابتة أو على مهارة فردية أو على الصناعة من فراس أو على التألق من كايو. الكرة بترجع، كرات سجل، بيرو سجل، الوان سجل في هذه المباراة، ديفيد بيتروفيتش سجل للشارجة 4 أهداف وعندهم فرصة الخامس. شوف هذا اللي كسر التسلل، شوف اللي اللقطة الماضية أساسا اللاعب ايضا بيتروفيتش بعيد، ولكن في تمريره براس اللي ضربت الهدف بعيد بشكل ممتاز، واللقطه اللي تتهيأ في مكان بمصلحة فريق بنياس. المحاولة تأتي والكرة تأتي، عادت إلى فراس، يا سلام على فراس الآن، التمريرة بترجع في مكان إلى بيرو، ممكن الخامس، ممكن الخامس، أسهل من السهل، ممكن الخامس، نعم، فريق الشارجة الآن ممكن يحاول فيها، عند المساحات، عند الثقة، عند الراحة الكبيرة، وسجل 4 أهداف، والآن في لسه إصابة وفي توقف، سلامات إن شاء الله في الوقت بدل الضايع. بهذه المباراة الآن بساعة حكم المباراة هذا عبد الله البلوشي وهذا ماجد حسن، إصابات حتى النهاية، توقفات حتى النهاية. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد باتجاه أدهم حجازي واللي بدون بيرسل الكرة في مكان الآن باتجاه معتز، معتز في التمريرة وروح رياضية جميلة وإعادة الكرة لشاهين عبد الرحمن. نلعب في الوقت بدل الضايع، الكرة بترجع الآن في مكان هذا أدهم، وهذه اللقطة اللي بيضغط فيها، عادت إلى إساق اللي شارك في شوط المباراة الثاني لكن بدون أيضا نتيجة. الكرة بترجع مرة أخرى، عادت باتجاه معتز، 4 أهداف و3 نقاط وانتصار ثقيل مهم جدا بالنسبة لفريق الشارجة في توقيته في هذه الجولة. والكرة بترجع عن طريق اللاعب السيل النوبي اللي بدوره بيرسل له كرة، وبالتالي صدارة شرجوية في الدوري، صدارة آسيوية لشارجة أيضا. موسم حتى الآن يبدأ فيه أولاريو كوزمين بشكل رائع جدا وينتظر المزيد. الكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب، ماجد حسن في التغطية الدفاعية، والكرة بترجع إلى ضربة ركنية في هذا التوقيت. الآن نشوف، نتابع الكرة العرضية، المحاولة الرأسية تأتي، الكرة بتتهيأ، شوف معتز عن طريق أيضا الضربة الركنية، لكن أي كرة مرتدة على بنياس ممكن يأتي من خلالها هدف خامس. الكرة بترجع مرة أخرى إلى فهد الضنحاني اللي بدوره بيرسل له كرة، بترجع في الجهة اليمنى، تعود الآن سهيل النوبي، وقف سيطر حاول لكن افتكاك ممتاز، قطع الكرة، تعود مرة أخرى عن طريق سهيل النوبي، كانت من خالد بوزير، ترجع إلى خالد الضنحاني. شوف الآن الخروج بالكرة من جانب بيرو، بيرو بيرسل الكرة إلى بيتروفيتش، بيتروفيتش يعود بالكرة باتجاه كاتانيك، كاتانيك الآن بجانب الشاهين عبد الرحمن، بدوره بيرسل الكرة عالية وطويلة في مكان لكن ليست لأحد، وبالتالي الكرة سهلة تصل إلى أدهم حجازي. خلاص بنياس لا يفكر في مسألة التعديل، بنياس يفكر على الأقل في عدم استقبال أهداف أخرى.
بوركا بيرسل الكرة في الجهة اليمنى باتجاه خلف الحسني، بيلعب الكرة إلى الخلف، تعود الكرة بعد ذلك في مكان سليم عن طريق اللاعب الواضح في الصورة. هنا نشاهد ونتابع هذه اللقطة، هذه اللعبة عن طريق اللاعب إيساك اللي بدوره بيرسل الكرة إلى عبدالله البلوشي، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود الكرة مرة أخرى إلى بوركا بيرسل الكرة، ولكن الكرة أيضا مقطوعة، الكرة بترجع مرة أخرى، تعود من جديد إلى معتز اللي بدوره بيسيطر عليها في الجهة اليسرى. ما يكون عندك حلول، ما يكون عندك أفكار، ما يكون عندك طريقة مناسبة، اعتمادك فقط كان على الكرات العرضية من الكرات الثابتة، فيما عدا ذلك لم تكن لبنياس أي خطورة تذكر على مدار وقت المباراة الأصلي والمحتسب والضائع. عبدالله البلوشي فريق الشارجة دفاع ممتاز، خط وسط متماسك، الكرة بترجع على مرتدة وفيها فرصة خامس، مرتدة وفيها فرصة خامس، شوف هذه ممكن، هذه الله على التمريرة بدون تمريرة، لكن شو اللي تسوي يا أخي، شو اللي تسوي، حرام عليك، حرام عليك في اللقطة الماضية في الكرة اللي كانت فيها تفويتة، يعتبر خالد بوزير عودته أيضا في اللقطة الماضية، دخوله كبديل أيضا، حساسية المباريات، لكن اللقطة كان ممكن أن تكتمل بصورة جملة مرتدة وهدف خامس في هذه المباراة. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد في نص الملعب، تمريرة كانت من فواز بيعمل كرة، الكرة بتتهيأ وصلت بعد ذلك إلى عبدالله البلوشي، عبدالله البلوشي في الجهة اليمنى يحاول فيها، بيرسل الكرة إلى خلف الحسني، خلف بيرسل الكرة، عادت مرة أخرى من جديد، لكن الكرة مقطوعة ومرتدة، لو وصل للكرة، لو وصل، وصل فراس، فراس بعد ذلك ينتظر المساندة، ينتظر القادمين، القادمين يأتون، فرصة الخامس ما زالت قائمة، وصلت إلى كرات، لعب على لاعب، وقف، سيطر، مرر، الكرة تأتي، الفرصة تأتي، الشارجة يأتي، لكن هذه دلع فيها، دلع فيها، وبالتالي الكرة سهلة تصل إلى فهد الضرحان. كرة سهلة تصل إلى فهد الضرحاني وترجع مرة أخرى في مكان، تعود الكرة هذه في الجهة اليسرى باتجاه أدهم حجازي اللي بدوره يحاول فيها في الجهة اليسرى لمصلحة فريق بنياس. خلاص باقي دقيقتين مشاهدينا على ساعة حكم المباراة، في الوقت بدل الضائع الذي يحتسب الآن، والكرة بتصل في الجهة اليمنى لمصلحة فريق بنياس، محاولة تقليص النتيجة، تسجيل هدف ثاني، خسارة أخرى لفريق بنياس، معاناة أخرى، سيتراجع في جدول الترتيب، سيكون موسما صعبا بالنسبة لبنياس اللي لم يجد مدربة وإدارة وجهاز الفني حلولا حقيقية. الكرة العرضية ليست لأحد، يتركها بيتروفيتش إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة فريق الشارجة. لكن بصراحة على مستوى المنافسة في دورينا هذا الموسم، نحن لدينا فرصة أن يكون هناك موسم تنافسي كبير جدا، لأن عندك شارجة، لأن عندك شباب الأهلي، لأن الوحدة والجزيرة والنصر يبغون الدخول أيضا، ولأن الوصل والعين بإمكانهم العودة. هذا لو حدث في الفترة القادمة في الأسابيع المقبلة، سيكون لديك موسم تنافسي على مستوى الصدارة، على مستوى القمم، على مستوى المباريات أيضا الجماهيرية. الكرة بترجع مرة أخرى لمصلحة فريق بنياس، والمحاولة أيضا عن طريق أحد البدلاء اللي شاركوا في شوط المباراة الثاني، أعتقد سيف صالح اللي شارك في شوط المباراة الثاني، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان المحاولة العرضية، ولكن الكرة بطول على سهيل اللوبي وبتتحول إلى ضربة ركنية. خلاص الضربة الركنية الأخيرة في المباراة، الضربة الركنية الأخيرة في المباراة، شوف هذا أسهل النوبي وهذه اللقطة. كرة عرضية لمصلحة بنياس أخيرة في هذه المباراة، راسية تأتي، فرصة ما زالت لمصلحة بنياس، الكرة بتصل، التسويبة من بوركا، لكن الكرة مقطوعة والكرة بتبعد، وبالتالي الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، وما زالت الآن عن طريق إيساك يبحث عن حلول فردية، الكرة بتتغير اتجاهها، تسديدة ممكن غير راية، وصلت إلى سهيل في الجهة اليمنى الأخيرة في المباراة، انتهى الوقت بدل الضايع، عرضية تأتي ولكن الآن مقطوعة، والصافرة مشاهدة متابعينا في كل مكان في الإحداث.